مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة كالعادة هتكون مهمة جدا، لأن بالتحديد عندنا أخبار هامة قوي بخصوص النادي الأهلي، وعندنا أخبار أخرى متنوعة سواء أخبار محلية وأيضا أخبار عالمية. كلام كتير جدا هيكون بخصوص النادي الأهلي، وبالتحديد في الجزء الثاني من حلقة النهاردة، لأن حلقة الخميس دايما أنتوا عارفينها بتبقى حلقة خاصة جدا بيستضيف أو بنستضيف فيها طبعا الأستاذ الكبير والناقد الرياضي الكبير أستاذ محمد الأوسي. بتبقى فقرة مهمة وشيقة جدا، ونتكلم في جميع الملفات على الساحة الرياضية المصرية بشكل عام وفيما يتعلق بالنادي الأهلي بشكل خاص. قبل ما نكمل كلامنا ونتكلم في تفاصيل أكتر، خلينا نروح نشوف أهم وأبرز العناوين. يلا بينا. الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة بطل جنوب السودان. أفشة: حققت حلمي بالانضمام للأهلي. وليد سليمان يكشف نصيحة الخطيب التي قادت الأهلي للدوري 41. مؤمن زكريا ينتظم في المران الجماعي خلال 3 أسابيع. اتحاد الكرة يعلن مواعيد الدوري كاملا والكأس والسوبر قبل انطلاق الموسم الجديد. كلوب: صلاح يمكنه الركض طوال اليوم وهذا يساعدنا كثيرا. أنني يعود لتدريبات أرسنال وسط غموض حول مستقبله. قبل ما نتكلم بخصوص النادي الأهلي بالتحديد، خلينا نتكلم شوية عن مؤتمر الشباب طبعا في تواجد طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكلام كان كتير قوي ومهم جدا منه طبعا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح في هذا المؤتمر، وحديثه بالتحديد عن منتخب مصر وعلى الرياضة المصرية بشكل عام. وده بيعكس بشكل كبير جدا جدا مدى اهتمام الدولة بالجانب الرياضي. طبعا في جوانب كتيرة جدا مهمة طبعا بخصوص الدولة المصرية، لكن الرياضة جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اتكلم عن منتخب مصر الأول، طبعا ده بعد الخروج المحزن من كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت في مصر الشهر الماضي. في نقطة مهمة جدا وهي إن الرياضة مش منفصلة يا جماعة عن الدولة، بالعكس التفوق الرياضي بيعكس تطور الدولة وتقدم الشعوب، وده اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إليه أمس. وكمان ده كان واضح جدا في كلامه، وكان واضح جدا إن الدولة متابعة كويس قوي اللي بيحصل، وزي ما هم رافضين أي فشل في القطاع الصحي أو التعليمي أو غيره، كمان في رفض واضح جدا لأي فشل رياضي وتكريم أي متفوق، كمان زي ما تم تكريم منتخب اليد أمس بعد حصوله على برونزية كأس العالم للشباب. اهتمام مهم جدا من أعلى مسؤول في الدولة وهو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكمان تطرق لمنتخب مصر الأول والمدير الفني وهذه الأمور طبعا بعد ما للأسف خرجنا خروج سيء جدا في البطولة اللي كانت على أرضنا وسط جمهورنا. فبالتالي هو أشار أن الأقرب أو خلاص يعني شبه بشكل نهائي هيكون مدير فني وطني لمنتخب مصر. والتجربة في الحقيقة بتقول إن دايماً المدير الفني الوطني هو اللي بينجح بصراحة. يعني كابتن حسن شحاتة عمل إيه مع منتخب مصر؟ كابتن محمود الجوهري عمل إيه مع منتخب مصر؟ إنجازات كبيرة جداً للمدربين الوطنيين، ليه ما يبقاش في فرصة للمدرب الوطني؟ ده كلام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح كمان، قال إن إحنا لازم ندي فرصة لأبنائنا وأولادنا والكوادر بتاعتنا، وعندنا مدربين مميزين جدا في الحقيقه كمان في مصر، وعندك اسماء مرشحه بشكل كبير جدا. اعتقد هو الاتجاه الاقرب حتى الان، وبنسبه 100% في الغالب يعني خلاص هو ده اللي هيتم تطبيقه، هيكون في مدير فني وطني لمنتخب مصر ايا كان مين هو المدير الفني، كلنا في ظهره وكلنا معاه وبنسنده عشان نحقق الاهداف بتاعه الشعب المصري بالتحديد فيما يتعلق بالرياضه، واكثر تحديدا فيما يتعلق بالمنتخب الوطني الاول. واهدافنا ايه؟ اهدافنا المنافسه بقوه على بطوله الامم الافريقيه 2021 في الكاميرون ان شاء الله، واهدافنا كمان وهدف اساسي بالنسبه لنا كلنا مواصله التاهل لكاس العالم 2022 بعد ما تاهلنا بعد 28 سنه لكاس العالم 2018 في روسيا. عايزين ما نغيبش تاني، لا عايزين نواصل
هذا التأهل لكأس العالم، وده هدف من الأهداف المهمة جدا للشعب والجماهير المصرية المهتمة بالتحديد بكرة القدم، وبالتحديد الشعب المصري كله بيهتم جدا بكرة القدم. ده شيء مهم كان لازم نبتدي بيه حلقة النهاردة. لكن فيما يتعلق بقى بالنادي الأهلي، فرحة جديدة بانضمام لاعب مميز جدا زي محمد مجدي قفشة، لاعب مميز جدا انضم زي ما حضراتكم طبعا تابعته امبارح لصفوف النادي الاهلي بشكل رسمي في صفقه خدت وقت طويل جدا وكانت على مراحل كثيره جدا. المرحله الاولى لو تفتكروا حضراتكم ان كان في رغبه متبادله من النادي الاهلي وقفشة على انضمام اللاعب لصفوف النادي الاهلي امتى؟ من سنه فاتت لما كان لسه في انبي. للاسف الصفقه ما نجحتش، فبالتالي اللاعب انتقل لبيراميدز. في يناير اللاعب كان نفسه يروح النادي الاهلي، فبالتالي اخيرا حلمه اتحقق بانضمامه للنادي الاهلي بشكل رسمي امبارح بالليل، وتم كمان قيده في القائمه الافريقيه. وهو في الحقيقه هيكون اضافه قويه جدا جدا في صفوف النادي الاهلي بالتحديد في خط الوسط الخاص بالنادي الاهلي، سواء في البطوله المحليه الدوري او كاس او كمان في بطولة دوري أبطال أفريقيا. لاعب مميز جدا، عنده ميزة كمان الضربات الثابتة بيجدها بشكل رهيب، وده مفتاح مهم من المفاتيح اللي قد ترجح كفة أي فريق في أي مباراة ممكن تكون صعبة وممكن تكون مقفولة. الضربات الثابتة دي لازم نعتمد عليها بشكل كبير. عنده اللاعب في الحقيقة، الولد عنده موهبة في الجزئية دي، إن شاء الله نحاول نستغلها. كمان يقدر يلعب كديفندر في نص الملعب، يقدر كمان يلعب صانع ألعاب، أي مركز أي مركز يقدر يشارك فيه بالتحديد في نص الملعب. لاعب مميز جدا وإضافة كبيرة جدا للنادي الأهلي في إطار الإضافات اللي قدر النادي الأهلي يدعم فيها خلال الفترة اللي فاتت. قبل قفشة كان في محمود متولي ب 24 ساعة بالظبط، وقبليهم كان في أليو ديانج طبعا نجم النادي الأهلي الجديد لاعب خط الوسط أيضا، وقبليهم كان تمديد إعارة رمضان صبحي، هذا اللاعب الهام للغاية والمميز جدا ومستمر مع النادي الأهلي لمدة موسم آخر. فبالتالي كلها صفقات كويسة جدا في الحقيقة وفي إطار محدود، وده اللي كنا اتكلمنا فيه مع حضراتكم من فترة لو تفتكروا. دايما الجماهير بشكل عام لأي نادي بيبقوا متشوقين قوي للصفقات وللعيبة اللي هتلبس التيشيرت وتلعب بيها أول مرة، بقى حاجة بتبقى جديدة وحاجة بتبقى مهمة، وكلنا في الحقيقة مش يعني كل الناس تبقى مهتمة بموضوع الصفقات، لكن دايما النادي الأهلي بيبقى عنده سياسة معينة بيمشي من خلالها. الموضوع مش إن أنا أجيب كم كبير جدا من الصفقات وأضمهم لصفوف فريقي، إيه الإفادة؟ بالعكس ممكن يبقى ضرر كبير. لكن الإفادة هتيجي إمتى؟ لما تركز على عناصر معينة في مراكز أنت محتاج فيها تدعيم، وكمان في مراكز أنت بتحاول تخلق فيها منافسة قوية جدا. ده اللي حصل من خلال الأربع صفقات حتى الآن اللي النادي الأهلي أعلن عنهم بشكل رسمي. نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله في مسيرة أو مسيرتهم هم بالتحديد مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. أكيد هيضيفوا للنادي الأهلي بشكل كبير، وأكيد والمؤكد أكتر إن النادي الأهلي هيضيف ليهم بشكل أكبر، وده شيء مفروغ منه. هل صفقة قفشة هي الأخيرة؟ ودايما ده بيبقى سؤال بيتقال لكل الجماهير لما الأهلي بيعلن عن صفقة، طب ها الصفقة اللي بعديها إيه؟ طب هل هيكون في صفقة تانية ولا لأ؟ خلينا نقول لحضراتكم إن لسه فترة القيد المحلي ممتدة من المفترض لحد آخر الشهر ده. في أخبار في الحقيقة تقول لك إيه لآخر الشهر، آخر شهر 8، والبعض يقول لك لأ لنص 9. اللغط اللي دايما موجود في الكرة المصرية إن إحنا مش عارفين ميعاد محدد لإنتهاء فترة القيد، وأنا أقرأ في بعض المواقع خبر كده وأقرأ في بعض المواقع خبر كده. المهم يعني إن فترة القيد المحلية ممتدة، نقول خلينا مبدئيا نقول إيه لآخر شهر أغسطس. فبالتالي عندك فرصة إن أنت ممكن تتعاقد مع لاعب واحد آخر، احتمال ان يكون في لاعب اخر او صفقه جديده في صفوف النادي الاهلي. ده هيكون ازاي؟ طبقا للرؤيه الفنيه الخاصه بالجهاز الفني، لجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي طبعا بالتشاور مع الكابتن محمود الخطيب المشرف العام على كره القدم ورئيس النادي الاهلي. سيستم معين بيمشي من خلاله النادي الاهلي، سيستم معروف وكلكم حافظينه على مدار السنوات كلها السابقه اللي انتوا عشتوها بتشجعوا النادي الاهلي. السيستم ما بيتغيرش، فبرضه جزئيه مهمه جدا. القائمه الافريقيه خلاص هيتم الاعلان عنها من خلال الموقع الرسمي للنادي الاهلي، احنا بالتالي مش هينفع نتكلم فيها غير لما يتم الاعلان عنها بشكل رسمي. لكن اللي عايز اكد عليه ودي جزئيه مهمه قوي، ان اي اسم متواجد في قائمه النادي الاهلي سواء الافريقيه الاول والقائمه كمان المحليه كان بالتنسيق الكامل ما بين مستر مارتين لاسارتي وجهازه المعاون وايضا لجنة التخطيط للكرة وكمان الكابتن محمود الخطيب. ما كانش فيه يا جماعة أي اختلافات خالص خالص، أمر محسوم، ما فيش أي اختلافات. وممكن البعض يقول لك إيه اللعيب ده
كان عليه خلاف معين المدير الفني كان عايزه بس لجنة التخطيط مش عايزاه، واللعيب ده كان عليه أيضا خلاف معين لجنة التخطيط عايزاه ومدير الفني مش عايزه. الكلام ده غير صحيح خالص، كل اسم موجود كان بالاتفاق التام جدا 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 ما بين لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه اسماعيل، واحنا جبناه لكم مداخلة أول امبارح واتكلم بالتفاصيل في الجزئية دي بالتحديد، وكمان بالتنسيق مع مستر لاسارتي أكثر تحديدا يعني من الجهاز الفني، لأنه هو مدير الجهاز أو أنه هو المدير الفني يعني، وأيضا كابتن محمود الخطيب ما فيش أي مشاكل خالص والأمور ماشية في إطارها الطبيعي والمتعارف عليه داخل القلعة الحمراء. فبالتالي احنا كلنا ثقة في كل المسؤولين في النادي الاهلي، كلنا ثقة في كل اللاعبين وفي الجهاز الفني عشان ان شاء الله يجيبوا لنا المزيد والمزيد من البطولات بعد الفوز ببطولة الدوري الصعبة جدا رقم 41 بعد موسم كان شاق واستثنائي بشكل كبير جدا. منتظرين باذن الله البطولات المحلية، بطولة دوري ابطال افريقيا باذن الله، باذن الله كل الناس في النادي الاهلي بيعملوا كل اللي عليهم، ناقص لنا بس ان شاء الله ان شاء الله التوفيق في كل بطولة بياخدها النادي الاهلي، وبالتحديد بالتحديد بطولة دوري أبطال أفريقيا نفسنا فيها جدا، الكل بيعمل على تحقيق هذا اللقب بالتحديد. إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي. دي جزئية الصفقات، وآخر صفقة محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي الجديد، وأكيد هيكون متواجد كمان في القائمة الأفريقية بجانب الصفقات الجديدة يعني. لكن في المقابل في البعض بيرحل عن النادي الأهلي، ودي سنة الحياة وده شيء طبيعي جدا جدا جدا. الأهلي مش هيقيد 40 لعيب يعني، انت اصلا مسموح ليك 30 لاعب محليا وافريقيا، لكن بالتحديد عايز اتكلم على نجم كبير قوي 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 محمد مجيد لاعب النادي الاهلي واللي انتقل حديثا لنادي الجونه، عمل 8 مواسم مع النادي الاهلي جامدين جدا. هل انت في مره سمعت صوت لمحمد مجيد؟ سمعت مشكله عن محمد مجيد حسيت بيه؟ طالما ما حسيتش بيه يبقى الراجل ده ملتزم جدا سواء فنيا او اخلاقيا واحترافيا كمان وكل هذه الامور يعني. محمد نجيب ضاف كتير للنادي الاهلي، هو جه في 2011، خليني اقول لحضراتكم المسيره الخاصه بهذا النجم الكبير واللي احنا بنقدره وبنحترمه، وانا عارف جدا جدا مدى تحب جمهور النادي الاهلي للاعب مهم زي محمد نجيب. انضم للنادي الاهلي بالتحديد في 1 اغسطس 2011، خاض خلال تواجده مع النادي الاهلي 246 مباراة بالبطولات المختلفة بالقميص الأحمر، وشارك كمان محمد نجيب في 106 مباراة مع الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، وكمان 40 مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، و17 مباراة ضمن مباريات المنتخب المصري كلاعب دولي طبعا، وكان في التصفيات الأفريقية المؤهلة أو شارك مع منتخب مصر يعني في مؤهلة لكأس العالم مرة من المرات أعتقد في 2014 تصفيات 2014. كمان لعب 5 مباريات ضمن بطولة كأس العالم للأندية، شارك في كل البطولات مع النادي الأهلي، أحرز خلال هذه المباريات 8 أهداف. محمد نجيب حصل على كم بطولة مع النادي الأهلي؟ 5 بطولات دوري وبطولة كأس مصر ومرتين بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة السوبر المصري وبطولة السوبر الأفريقي، لعيب كبير جدا. الموقع الرسمي للنادي الأهلي بيحييه وبيشكره على الفترة اللي فاتت، وهي دي يا جماعة أخلاق النادي الأهلي وسمات النادي الأهلي. لعيب ممكن خلاص ما فيش احتياج ليه خلال الفترة دي، لكن لازم نشكره على المجهود الكبير اللي عمله مع النادي الأهلي على مدار 8 سنوات سابقة. نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في مسيرته الجديده واهدافه الجديده مع نادي الجونه، هذا النادي المحترم والمميز، وان شاء الله محمد نجيب يكون اضافه ليهم بشكل كبير. في المقابل عمرو جمال خلاص يعني بنسبه كبيره جدا خلاص اللاعب هناك في تونس، واعتقد ان بيتم الاتفاق بخصوص انضمامه بشكل رسمي لنادي الصفاقسي التونسي، واكيد هيكون لو انضم عمرو جمال لنادي الصفاقسي هيكون بالاتفاق طبعا مع النادي الاهلي، لسه عمرو جمال عنده عقد مع النادي الاهلي، فهيبقى عقد ثلاثي ما بين اللاعب ونادي الصفاقسي التونسي والنادي الاهلي بكل تاكيد، واكيد هيتم الاعلان الرسمي عن هذه الجزئيه فور انتهائها بشكل نهائي ورسمي. ده بخصوص عمرو جمال. في بعض الاسماء لسه ما تمش تحديد موقفهم هيكون ايه، ليه بقى برضو نركز في الحته دي، لان النادي الاهلي لسه القائمه الافريقيه اتحسمت حتى لو ما كانتش تم لسه الاعلان عنها، لكن هي اتحسمت، لكن لسه القائمه المحليه عندك وقت يا اما تستبعد بعض اللاعبين او تضم بعض اللاعبين، كل هذه الامور لسه عندك وقت فيها، فعشان كده النادي الاهلي بيتريث في الاستغناءات
عن بعض اللاعبين، لان في الحقيقه كل اللاعبين المتواجدين في النادي الاهلي سواء الموجودين وهيكملوا او الموجودين وهيمشوا كلهم لاعبين كبار جدا وعندهم فنيات عاليه جدا وقيمه كبيره جدا داخل النادي الاهلي، لكن في الاخر بيبقى قرار جهاز فني، قرار لجنه التخطيط للكره طبعا بالتنسيق مع الجهاز الفني. ولازم اقول كلمه بالتنسيق دي لان مفيش قرار فردي اطلاقا داخل النادي الاهلي، او يعني مفيش ان لجنه التخطيط هي بتحدد او مدير فني، لا السيستم زي ما قلت لحضرتك في البدايه معروف في النادي الاهلي وكل واحد عارف دوره بشكل كويس وكامل جدا. عموما هنشوف الامور هتمشي ازاي بخصوص النادي الاهلي وقائمته المحليه فيما هو قادم من ايام باذن الله. طيب خلينا نروح سريعا نشوف أهم أخبار النادي الأهلي في الصحف إيه، يلا بينا. الأخبار رسميا الأهلي يقبض على أفشة 5 سنوات، اطلع برة يطلب من الأهلي نلعب جوه، ماشي. الأهرام 25 مليون جنيه تنقل مجدي أفشة إلى الأهلي، الفريق يعود للتدريبات غدا بالصفقات الجديدة استعدادا لدوري الأبطال. الأخبار المسائي المذبحة الأفريقية، ضحايا الأهلي صداع في رأس الإدارة والإعارات كلمة السر لتهدئة الثورة، هنعلق على الخبر ده. مجلة الأهلي نادي القرن يستكشف بطل الجنوب قبل مواجهته في العيد، الأهلي يستعد لدخول أفريقيا من بوابة اطلع بره. الشروق الأهلي يخوض مواجهتي اطلع بره الجنوب السوداني ببطولة أفريقيا في مصر، الأمين العام للنادي السوداني لا نستطيع استقبال أي مباراة بسبب تجديد الاستاد في جوبا. طه اسماعيل الخطيب نجح بشكل كبير في الإشراف على الكرة. الدستور الأهلي يصرف 14 مليونا مكافآت الدوري وبرنامج تأهيلي لمحمد محمود بعد غيابه عن التدريبات لفترة طويلة. مجلة الأهلي أفشة أخيرا تحقق حلم حياتي، أحمدك يا رب، متولي الفانيلا الحمراء مسؤولية كبيرة وشرف لأي لاعب. روزل يوسف محمد الشناوي حامل عرين الأحمر، الأهلي لما يشارك في البطولة لازم يفوز بيها. أخبار كتيرة طبعا متعلقة بالنادي الأهلي ويوميا دايما في الصحف شيء طبيعي وبديهي، يعني بيبقى فيه أخبار كتيرة عن النادي الأهلي، ممكن تلاقي خبر وعكسه في جريدة تانية، احنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نقول لحضراتكم الحقيقة بتبقى ايه بخصوص النادي الأهلي. بالتالي خلينا نبتدي من جريدة الأخبار. جريدة الأخبار بتقول ايه؟ رسميا الأهلي يقبض على أفشة 5 سنوات، ده الجزء الاول من الخبر. زي ما قلنا لحضراتكم خلاص وحضراتكم تابعتوا امبارح طبعا الاعلان الرسمي من قبل النادي الاهلي على انضمام محمد مجدي أفشة لصفوف الفريق في صفقه مهمه جدا للنادي الاهلي، وان شاء الله نتمنى له كل التوفيق في مسيرته مع القلعه الحمراء. الجزء الثاني من الخبر بيقول اطلع بره يطلب من الاهلي ان احنا نلعب جوه، يعني زي ما حضراتكم متابعين ايضا وعارفين ان فريق اطلع بره عنده مشاكل في جوبا، هناك الملعب بتاعه مش جاهز لاستضافه مباراه بحجم مباراه النادي الاهلي، فالاقتراح من قبل مسؤولي فريق اطلع بره ان نلعب الماتشين في مصر، لسه مفيش قرار نهائي بخصوص هذا الموضوع لكن يبدو انه القرار الاقرب حتى هذه اللحظه. نروح للاهرام. الاهرام بتقول إن 25 مليون جنيه تنقل مجدي أفشة إلى الأهلي، أعتقد إن هم أقل من كده، مش 25 يعني هم أقل من كده في الحقيقة. الفريق يعود للتدريبات غدا بالصفقات الجديدة استعدادا لدوري الأبطال، طبعا بكرة إن شاء الله الفريق بعد راحة 4 أيام بعد حسم بطولة الدوري وفرحة الفوز بطولة الدوري من خلال حسم اللقب أمام نادي المقاولون العرب بنتيجة 3-1، وبعد كده لعبت مع نادي الزمالك وقدرت ان انت تفوز عليه في بطوله خاصه وهي بطوله القمه بنتيجه 1-0، حتى المباراه ما كانتش مؤثره لكن دايما بتبقى مباريات الاهلي والزمالك مباراه فيها نديه وقوه مهمه جدا وبيبقى كل جمهور نفسه ان هو يكسب في هذه المباراه، بالتالي النادي الاهلي حقق الانتصار وفاز في مباراه الزمالك بنتيجه 1-0. بالتالي ايضا الجهاز الفني
ادى راحه للاعبين اربع ايام، اربع ايام هيخلصوا النهارده بالتحديد، واستأنف الفريق استعداده لمباراه فريق اطلع بره في مستهل مشوار البطوله الافريقيه بالتحديد بطوله دوري ابطال افريقيا. هذه البطوله الهامه جدا جدا جدا، وهتكون استعدادات اكيد قويه ومميزه للنادي الاهلي في اطار محاوله استعاده هذا اللقب الغائب. بالتالي ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في بدايه تكون مميزه ليه في بطوله دوري ابطال افريقيا من خلال الدور التمهيدي ودور ال 64 بالتحديد امام فريق اطلع بره بطل جنوب السودان. نروح للاخبار المسائي. الاخبار المسائي بيقول المذبحه الافريقيه. كلمه مذبحه يعني مش عارف، يعني كلمه مبالغ فيها شويه او بتهول الموقف شويه. مش مذبحه ولا حاجه يعني. ضحايا الاهلي صداع في راس الاداره والاعارات كلمه السر لتهدئه الثوره. يعني ساعات بيبقى فيه عناوين كده، طبعا مع احترامنا لكل الصحفيين بشكل كامل، كلنا يعني بنحترمهم وبنقدرهم بشكل كبير جدا، لكن هي مش مذبحه خالص خالص، لان زي ما قلت لحضراتكم الموضوع متعلق بايه؟ متعلق ان انا محدد في عدد اللاعبين اللي انا هايدهم. النادي الاهلي عنده مجموعه كبيره جدا من اللاعبين والمعارين كمان اللي رجعوا وكل هذه الامور يعني، فبالتالي انت بتختار منهم انسب طبقا لخططك واستراتيجيتك للفتره الجايه، والباقي عدم وجوده في النادي الاهلي ده لا يقلل ابدا من قيمته ولا يقلل ابدا من فنياته الرائعه، لان لو فنياته ما كانتش رائعه ما كانش انضم اصلا للنادي الاهلي يعني. فكلمة مذبحة مبالغ فيها شوية، مفيش مذبحة ولا حاجة خالص في القائمة الأفريقية. الضحايا الأهلي صداع في رأس الإدارة، ولا في صداع ولا في أي مشاكل خالص، الموضوع زي ما قلت لحضراتكم ماشي بتنسيق كامل وباحتياجات النادي الأهلي، ده شيء مهم جدا. طيب خلينا نروح لمداخلة هامة قوي قوي مع نجم من نجوم النادي الأهلي بالتحديد في الموسم ده، واللي أثر بشكل مميز جدا 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 في فوز النادي الاهلي ببطوله الدوري، حتى لو الاصابه في الاخر بعدته شويه، ولعيب عنده شخصيه قويه، الشخصيه بتاعته دي قادته للظهور بمستوى مميز جدا جدا مع النادي الاهلي هذا الموسم بالتحديد، وما اتكلمش خالص بالمناسبه، فبالتالي هيتكلم معانا دلوقتي كريم ندفد نجم النادي الاهلي. يا كريم مساء الخير عليك. مساء النور يا امير، اخبارك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام، اخبارك يا حبيبي؟ منور قناه الاهلي يا كريم. منوره بالناس كلها بتتفرج علينا حبيبي كيمو. يعني في البدايه طبعا انا عايز ابارك لك على بطوله الدوري، وانت من اللعيبه اللي اثرت جدا في البطوله دي، ومن اللعيبه اللي بان اهميتهم بالتحديد الموسم ده، سواء في مسيره النادي الاهلي المحليه او مسيره الاهلي الافريقيه، فالف الف مليون مبروك يا كريم في البدايه على هذا اللقب الغالي. يعني الله يبارك فيك يا امير، ومبروك على جمهور النادي الاهلي على لقب مهم بالنسبه لنا، لقب مهم قدرنا، كان في احداث كتير، في احداث صعبه قدرنا نرجع فيه من صوره ما كناش بادئين موفقين فيها، قدرنا نرجع وحطينا بصمتنا وشخصيتنا وشغلنا اللي احنا على طول بنتكلم بيه، احنا بنحب طبيعينا وطبيعه النادي الاهلي ما بنتكلمش بنشتغل، والحمد لله بشغلنا وادائنا وطريقتنا وشخصيتنا قدرنا نرجع وحققنا اللقب الحمد لله. طيب كريم، انت من الناس، وانا بحب اتكلم دايما بصراحه، من الناس اللي واجهت انتقادات لفتره طويله قوي قوي قبل الموسم ده، لكن الناس كلها، كل اللي انتقد كريم ندفد اتفاجئ بامكانيات هذا اللاعب وقدرته على صنع الفارق في فريق كبير بحجم النادي الاهلي. اتعاملت ازاي في الفتره دي عشان تقدر توري للناس امكانياتك الحقيقيه والكل مبسوط منها، وكل جمهور النادي الاهلي كمان مستنيك العوده من الاصابه، هنتكلم في الاصابه يعني في سؤال لاحق، لكن اتكلمني على الجزئيه دي بالتحديد الاول. والله انا حاسس ان الانتقادات دي جزء من الكوره عامه، كويس ده جزء الواحد بيعتبره جزء مهم جدا. في انتقادات طبعا بتبقى انتقادات مهمه للواحد، انتقادات بتكتب شخصيته، بتاثر في شخصيته وبتفيده، وفي انتقادات ما بتبقاش مبرره للواحد، لكن الواحد اكتسب خبره كبيره في الفتره اللي هو كان فيها انتقادات كبيره دي، قدر يفهم او يتعلم او يسمع من ناس كتير، كل الحاجات دي طبعا اثرت في شخصيتي، اثرت في طريقتي، وكانت في الفتره الاخيره كان الموضوع كله ماشي تحدي مع نفسي انا ومع شخصيتي انا، ان انا قادر ان انا اكون موجود في النادي الاهلي، قادر اشيل شيله النادي الاهلي، والحمد لله ده حصل في الاخر، واثبتت لنفسي قبل ما اثبت لاي حد ان انا قادر، وقادر اكون موجود في النادي الاهلي واشيل شيله النادي الاهلي، وقادر ان انا اعمل تاريخ ليا جوه النادي الاهلي. فدي كانت، ده كان اهم هدف بالنسبه لي في الفتره اللي فاتت، ده اتحقق، واللي حصل ده كله ده كان نتيجه شغل وتعب طبعا سنين، مش حاجه يعني مش خلال شهر ولا اثنين ولا ثلاثه، لا ده من ساعه ما رجعت النادي الاهلي فعلا كنت بتعب، فعلا كنت بعمل اللي عليا،
فعلا كان في توفيق في فتره، ما كانش في، كان في ظروف عكسي في فتره، بس كل ده ما كانش مشكله، ان ربنا عوضني في الاخر خير الحمد لله. الحمد لله، ومستنيين منك المزيد من التالق. لكن بالتالي انا عايز اتكلم على دور مستر مارتين لاسارتي معاك يا كريم، لان الراجل في الحقيقه اول ما هو جه عرف يستغل كريم نيدفيد بشكل كبير، وشفنا مدى تاثير كريم في ارضيه الملعب. دور مستر لاسارتي معاك كان ايه؟ طبعا مستر لاسارتي كان ليه دور كبير ان انا اتحول من الشكل اللي انا كنت بلعب لصوره مختلفه تاني مني. مستر لاسارتي حطني ووظفني في المكان اللي انا بحب العب فيه، او المكان اللي اقدر اطلع فيه امكانياتي. يعني انا اشتغلت مع كابتن يوسف في مكان التكرايت، اديت في 10 او 12 ماتش بصوره كويسه، ما كنتش شغال كويس، شغال بطريقه كويسه بصوره كويسه. لكن لما جه مستر لاسارتي حطني في مكاني، عرفت اطلع، عرفت اطور، عرفت اسجل اجوان، كل الحاجات دي يعني فرقت معايا طبعا. اكيد ده كل شيء، كل ده شيء مهم جدا بالنسبه لك، ودور مستر لاسارتي واضح في الحقيقه في تطوير اداء كريم نيدفيد. لكن في نفس الوقت السنه الجايه ان شاء الله في منافسه كبيره جدا في وسط الملعب يا كريم، بتشوف المنافسه دي ازاي؟ الخط قطع، يا ريت نحاول نعاود نتواصل مع كريم نيدفيد على الهاتف، لان كلامه مهم جدا في الحقيقه، وبصراحه لعيب مميز قوي، ولعيب فعلا فعلا مش مبالغه بان تاثيره وامكانياته مع النادي الاهلي بالتحديد الموسم ده. بيلعب بوكس بوكس بشكل جيد جدا، بيسدد على المرمى كمان بشكل رائع، احرز عدد من الاهداف سواء افريقيا كمان او محليا. مستر لاسارتي في الحقيقه يحسب ليه توظيف كريم نيدفيد بشكل جيد قبل الاصابه، ومهم جدا ان احنا نجيب كريم نيدفيد تاني يا جماعه، ان عايزين نطمن طبعا عليه بخصوص اصابته. هو كان اجرى جراحه بالغضروف، وان شاء الله نتمنى له العوده سريعا ان شاء الله خلال الفتره الجايه. طيب كنا بنتكلم على الاعارات، وبالتحديد من الاخبار المسائي اللي بيقول كلمه السر تهدئه الثوره. طيب قبل ما نتكلم برضو في بقيه الاخبار نروح تاني لكريم نيدفيد. كنا بنتكلم على دور مستر لاسارتي معاك يا كريم، وانت اشدت جدا بدوره معاك وتطويره لادائك داخل ارضيه الملعب. مستر لاسارتي اكثر معانا كمان شخصيا، عدد من كان واضح كتير مع كذا لعيب في الفرقه، كان في اختلاف في شخصيتهم واختلاف في ادائهم. هو كان بيتعامل معانا في الفتره دي نفسيا كويس قوي، ان احنا كنا في الفتره دي محتاجين التعامل النفسي كويس، وهو قدر يوصل لنا من الحته دي، خلانا نطلع اللي عندنا كله كويس. اثر معانا كتير الصراحه، وهو سبب من الاسباب اللي احنا وصلنا للمستوى ده كتيم مع بعض كلنا. بالظبط. طيب المنافسه بقى في نص الملعب يا كريم، واحنا عارفين النادي الاهلي مليء باللاعبين المميزين في هذا المركز بالتحديد، بتشوف المنافسه ازاي من وجهه نظرك؟ انا عامة بشوف الاهلي على طول في المنافسه دي كلها في صالح الفرقه، في صالح المجموعه ككل. كل الحاجات دي فيها فايده للنادي، سواء موجودين يعني انا بقالي 3 سنين موجود في النادي الاهلي، هي نفس المنافسه، هي نفس الصوره، نفس اللعيبه، بيختلف مراكز او يختلف ناس جديده على الموجودين، لكن كلها بتبقى صالح الفرقه في الاخر. واحنا ده اللي احنا بنتمناه، يعني كل اللعيبه تحس ان في منافسه، ان ده بيخليها تطلع اللي عندها اكتر، تخليها تتمرن اكتر، تتعب اكتر. ان اوحش احساس على لعيب الكوره ان هو يبقى عارف ضابط مكانه او ضابط ان هو هيلعب، صح. اوحش احساس بيبقى وصل لها. دي جزئيه المنافسه دي حاجه كويسه وحاجه مفيده للفرقه وللعيبه. طيب اصابتك بقى يا كريم، طمنا على الاصابه وطمن جمهور النادي الاهلي، يعني دايما الناس بتسال كريم نيدفيد اصابته واخبارها ايه، هيرجع امتى ان شاء الله باذن الله، واحنا نتمنى لك العوده سريعا طبعا في الحقيقه. اخر تطورات الاصابه ايه؟ والله انا كنت سافرت عملت عمليه بره في المانيا، ورجعت كان حصل مشاكل كده، كان في شويه ورم شويه زياد مره واحده، وبعد كده رجعنا الورم راح رجع تاني، ففي لخبطه كده في الركبه مستقره حقيقه، ما كانتش مستقره، بقالنا تقريبا اسبوع الحمد لله الدنيا مستقره، ماشي في البرنامج زي ما هو، لكن مفيش ميعاد لسه صريح بان انا هنزل فيه، ان انا بنمشي يوم بيوم، يعني الحاله كويسه نقدر نشتغل او نزود. الحاله بيحصل حاجه في البيتي فبنقلل شويه في الشغل، فلسه الركبه ما استقرتش بنسبه 100%. ان شاء الله الامور تبقى كويسه وافضل كمان خلال الايام القادمه، وتعود سريعا للنادي الاهلي. كان في سؤال برضو جه على بالي دلوقتي يا كريم، قبل الاصابه البعض كان بيتكهن وبيقول ان كريم نيدفيد بنسبه كبيره ممكن يروح منتخب مصر. قبل الاصابه هل حد كان تواصل معاك بخصوص المنتخب؟ بخصوص المنتخب؟ المنتخب الاول؟ لا لا، ما حدش تواصل معايا خالص بخصوص المنتخب الاول خالص، لكن في انا شخصيتي عامة بحس ان انا اتمنى اكون موجود في المنتخب الاول، بس انا حاسس لسه في سنه لسه عندي محتاجها ان انا اطورها، ومحتاج كويس عشان اوصل لمرحله ان انا اكون موجود في المنتخب الاول. ان انا من نوع شخصيتي بحب لما اوصل لحاجه ما ارجعش عنها تاني، يعني سواء في اللعب لما رجعت النادي الاهلي ما كنتش حابب
ان انا ارجع يعني بعد ما اطلع يجي يطلع اعاره، او انا احس ان انا مش قادر ان انا اكمل النادي الاهلي. نفس الفكره بينطبق على المنتخب الاول، يعني حابب لما اوصل لمرحله المنتخب افضل مكمل المنتخب الاول زي مثلا زي احمد زكي، زي اللعيبه اللي هي بتكمل المنتخب الاول لمده 10 و12 سنه. في شخصيتي وبدا كتير على طول، فانا يعني كنت حاسس ان انا كويس او ان انا اقدر اكون موجود، بس مش هقدر انا حابب لما اكون موجود في المكان اكون اضيف للمكان اخدم المكان. ده ما كنتش انا حاطه لسه الفتره اللي جايه، حاسس ان كان في حاجات محتاجه اطورها تاني الفتره اللي جايه. فاتمنى ان الحاجات دي اقدر اطورها الفتره الجايه بعد ما ارجع ان شاء الله بقى تمرين واكون متواجد باذن الله. كلام مميز جدا في الحقيقه منك يا كريم. بالتالي عايز اسالك اخيرا على بطوله دوري ابطال افريقيا و البداية اللي فيها إن شاء الله خلال كام يوم النادي الأهلي هيبتدي مشواره في هذه البطولة. بالتحديد البطولة دي مستنيها قوي جمهور النادي الأهلي يا كريم، اللعيبة بتفكر إزاي بخصوص هذا اللقب؟ طبعا احنا دي اهم بطوله طبعا للنادي الاهلي، ده تفكيرنا احنا كلعيبه. يعني احنا اصغر لعيب موجود في الفرقه عندنا اللي هو تقريبا انا اصغر لعيب في الفرقه، انا واخد الدوري 3 مرات، واخد الكاس، واخد السوبر. فبصراحه خلاص احنا كلعيبه اللي هو حتى الصغيرين ما بقاش الواحد لما بيرجع النادي انا عايز اخد الدوري، عايز اخد الكاس، بس الدنيا بقت مختلفه. كله الفرقه من الكبير للصغير كله تفكيره ان هو ياخد بطوله افريقيا، نكون موجودين نحقق البطوله بتاعت علينا باذن الله. ده تفكير جماعي، تفكير اداره، تفكير جهاز فني، جهاز فني، لعيبه، العمال، كله بيفكر بنفس الفكره دي ان احنا نرجع بطوله افريقيا تاني للنادي الاهلي. ده قعداتنا، ده كلامنا، ده كل حاجه احنا بنقولها، ان احنا ما بنتكلمش في اي حاجه غير بطوله افريقيا. بنركز طبعا في كل حاجه في الدوري، في الكاس، في السوبر، في كل حاجه، بس تركيزنا الاول والاخير بيبقى بطوله افريقيا، واتمنى ان احنا نقدر نعمل حاجه كويسه ونرجع بطوله افريقيا السنه دي ان شاء الله للنادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله. بالتالي عايز منك قبل ما اقفل معاك رساله لجمهور النادي الاهلي المنتظر عودتك واللي منتظر كمان المزيد من البطولات من فريق النادي الاهلي. طبعا بنبارك لهم طبعا على بطوله الدوري، وبشكرهم على دعمهم وثبتهم ليا في الفتره اللي فاتت كلها، ودعمهم وثبتهم لما اتصبت كمان. بتبقى الحاجه كويسه لما تلاقي وانت مصاب او انت في وقت مش كويس بتلاقي الناس بتهرب وبتستناك، دي حاجه كويسه ليك. فاحنا ده اللي احنا بنتمناه من الجمهور على طول، بالذات في الوقت اللي احنا بقى مش كويسين فيه، او الواحد ان شاء الله ده اللي بنتمناه ومحتاجين دعمهم. واحنا ان شاء الله نوعد ان نبقى نشوفهم في كل الاوقات ان شاء الله. ان شاء الله يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا. طبعا نجم كبير من نجوم النادي الاهلي هذا الموسم كريم نيدفيد، لاعب مميز جدا، بشكره طبعا. هو كان معانا على الهاتف، مداخله كانت مهمه جدا، وهو لاعب مميز جدا، بشكره طبعا. هو كان معانا على الهاتف، مداخله كانت مهمه جدا، وهو من اللعيبه اللي ما اتكلمتش خالص بعد الفوز ببطوله الدوري، وبالتالي اتكلم من خلالنا النهارده وقال كلام مهم جدا. واضح مدى عقليه كريم نيدفيد الرائعه. الراجل بساله على المنتخب، طبيعي جدا اي حد يقول لك اه كان نفسي اروح المنتخب وانا مش عارف ما خدونيش ليه وكلام من ده، قال لك لا، قال لك انا كان ناقص لي لسه كام حاجه كده عشان لما اروح المنتخب ابقى مؤثر واقعد فترات طويله مع المنتخب، مش مجرد ان انا اروح معسكر او اتنين وارجع. حتى ادى مثل باحمد فتحي، قال لك احمد فتحي قعد كتير جدا في منتخب مصر لان هو يستطيع اللعب مع منتخب ثانيه مختلفه جدا جدا وامكانيات خاصه باحمد فتحي، فهو كمان نفسه يوصل للمكانه دي وبعدين ينضم لمنتخب مصر، عشان ما ينضم لمنتخب مصر يبقى من احد الخيارات الاساسيه لأي مدير فني يتولى تدريب منتخب مصر. عقليته مميزة جدا في الحقيقة كريم نيدفيد، ونتمنى له العودة سريعا للملاعب لأهميته الكبيرة. طيب في خبر مهم جدا عايزين نقوله، وده لسه في هذه اللحظات، بخصوص استاد القاهرة والنادي الأهلي بالتحديد. أعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن تعاقد الأهلي رسميا مع هيئة استاد القاهرة لاستضافة مباريات الأهلي المحلية والأفريقية خلال الفترة القادمة. خبر مفرح ومميز جدا جدا جدا. نكمل الخبر الأول. وقال مرجان أن النادي حصل على موافقة استاد القاهرة منذ فترة في إطار تعاون الهيئة ورغبتها في مساندة الأندية المصرية بما يتماشى مع الروح الجديدة في الملاعب المصرية بعد النجاح الكبير الذي حققته مصر في تنظيم طبعا بطولة الأمم الأفريقية، وكذلك الحضور الجماهيري الذي جاء بشكل منظم وآمن للغاية. وأضاف أنه بعد الحصول على موافقة هيئة استاد القاهرة والعرض على مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تم التعاقد الرسمي من جانب النادي والذي يقضي باستضافة الاستاد لمباريات الأهلي في المرحلة المقبلة. وأكد أن المدير أو أكد المدير التنفيذي للأهلي على تمنياته بأن تكون كافة الأمور جاهزة بعد الانتهاء من الصيانة الصيفية لاستاد القاهرة، وأن تكون مباريات الأهلي باكورة التظاهرات الرياضية على هذا الملعب التاريخي، خاصة في ظل
خاصة في ظل احتياج النادي الأهلي طبعا للتواجد في هذه أو في هذا الملعب والاهتمام الكبير الذي باتت تحظى به الرياضة المصرية من مؤسسات الدولة، وده شيء طبعا مهم جدا واحنا اتكلمنا فيه في بداية الحلقة. وأشار مرجان إلى تقدير مجلس إدارة الأهلي لهيئة الاستاد والتي أبدت تعاونا كبيرا لاستضافة مباريات الأهلي منذ أن تمت مخاطبتها في هذا الشأن. خبر مهم قوي وخبر مميز جدا جدا، لأن خلاص بقى تعبنا من موضوع ان النادي الاهلي يروح برج العرب اخر الدنيا عشان يلعب ماتش في افريقيا او ماتش في الدوري وكلام من ده. الملعب الرئيسي يا جماعه دايما للانديه الكبيره، اهلي زمالك بالتحديد النادي الاهلي، هو استاد القاهره. وحشنا جدا مباريات النادي الاهلي على استاد القاهره. خبر في الحقيقه مفرح جدا ومجهود رائع، ولازم نقول كده مجهود رائع من اداره النادي الاهلي بالتواصل مع هيئه استاد القاهره اللواء علي درويش طبعا رئيس هذه الهيئه، ومدى امكانيه النادي الاهلي يلعب مبارياته بشكل رسمي. خلاص النادي الاهلي هيلعب مبارياته على استاد القاهره، وده خبر مهم جدا ومفرح لكل الجماهير الاهلاويه، وبالتالي كمان مفرح للجهاز الفني وللاعبين كمان، ان هم بيعانوا كتير جدا جدا من الاجهاد اللي بيكون ناتج عن السفر لاسكندريه لبرج العرب وانك تلعب مبارياتك هناك وكلام من ده. مهم قوي ان انت تستغل استاد القاهره في مبارياتك المحليه، والاهم كمان في مبارياتك الافريقيه، لان استاد القاهره في الحقيقه هو استاد الرعب. خبر مهم جدا قلناه لحضرتكم. طيب نكمل اخبارنا بالتحديد اخبار النادي الاهلي في الجرايد، نروح لمجله الاهلي. احنا خلاص خلصنا العنوان ده، نروح لمجله الاهلي واللي بتقول نادي القرن يستكشف بطل جنوب السودان قبل مواجهته في العيد. الاهلي يستعد لدخول افريقيا بدوره اطلع بره، وطبعا مهمه قوي قوي ان النادي الاهلي يبدا بدايه قويه في هذه البطوله عشان ان شاء الله تديله دفعه اقوى لمواصله المشوار الطويل والصعب، واللي بنامل كلنا باذن الله من خلال هذا المشوار النادي الاهلي يتوج بالبطوله رقم 9 في تاريخ بطولاته مع الاميره السمراء وتحديد دوري ابطال افريقيا. نروح للشروق. الشروق بتقول ان الاهلي يخوض مواجهتي اطلع بره الجنوب السوداني ببطوله افريقيا في مصر. ده على عهدة الشروق، حتى الآن مفيش حاجة رسمية أو إعلان رسمي بشأن موضوع إن المباراتين يبقوا في مصر، لكن هو ده الأقرب في الحقيقة. يعني الأمين العام للنادي السوداني بيقول إن إحنا ما نستطيعش إن إحنا نستقبل أي مباراة بسبب تجديد الاستاد في جوبا، وهو الاستاد أو الملعب الخاص بفريق اطلع بره. كابتن طه اسماعيل كمان، وده خبر أو جزئية مهمة من العنوان في جريدة الشروق، إن بيقول إن خطيب نجح بشكل كبير في الإسراف على الكرة، والنجاح واضح في الحقيقة من خلال الفوز ببطولة الدوري الأصعب على مدار التاريخ. في إخفاق في أفريقيا، لكن ده وارد. إخفاق جاي مش نتيجة تأثير خالص، مفيش أي يعني تقصير بالتحديد من المسؤولين في النادي الاهلي. فكان ناتج عن ايه الخروج من افريقيا؟ ضغط المباريات كل 48 ساعه، هنقعد بقى نعيدهم كتير، لان دي حقيقه، دي حقيقه. مباريات كتير كنت بتلعبها، اصابات كتير كانت عندك، الظروف كانت كلها ما عندك، فكان طبيعي ان انت ممكن ما تكملش بطوله دوري ابطال افريقيا رغم ان كل الامال كانت على هذه البطوله. لكن ما جاش نتيجه تقصير من اي مسؤول في النادي الاهلي في الحقيقه. واللي اثبت كده، اللي اثبت كده فوز النادي الاهلي ببطوله الدوري الاصعب بعد ما انت كنت بعيد جدا برضو نتيجه كل هذه الظروف الكبيره. لو كانت بطوله دوري ابطال افريقيا ممتده وكان في مثلا دوري مجموعات ممتد شويه، كان النادي الاهلي هيقدر يتدارك كل هذه الامور ويتوج بهذا اللقب زي ما حصل في بطوله الدوري. لكن بطوله دوري ابطال افريقيا محدد المده بتاعتها، الدوري المصري ما كانش محدد المده بتاعته يعني للاسف. لكن في كل الاحوال ان شاء الله نامل بشكل كبير جدا من خلال الكابتن محمود الخطيب المشرف على الكره، وكلنا ثقه فيه كبيره جدا، ورئيس النادي طبعا، ومن خلال كل المسؤولين في النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله هيحققوا كل طموحات الجماهير الاهلاويه في مختلف الالعاب داخل النادي الاهلي، مش بس الاهتمام بكره القدم طبعا. نروح للدستور. الاهلي يصرف 14 مليونا مكافئات الدوري وبرنامج تاهيلي لمحمد او محمود متولي بالتحديد بعد غيابه عن التدريبات فتره طويله. مكافئات الدوري ده طبقا للائحه، ولو في اي استثناءات بيبقى حاجه خاصه بترجع لمدير الكره والمسؤولين عن الفريق. بما فيما يتعلق ببرنامج التاهيلي لمحمود متولي، محمود متولي صفقه النادي الاهلي الاخيره او مش الاخيره، قبل الاخيره، قبل قفشه، ولاعب مهم جدا ومميز جدا، بالتالي كان غايب عن التدريبات فتره مع نادي الاسماعيلي لان كان في اجازه اصلا لمعظم الفرق في الدوري المصري. فبالتالي او اسماعيلي لعب كمان مع الزمالك لكن هو كان مريح واضح يعني، فهيكون ليه
تدريبات تاهيليه عشان يكون لائق للمشاركه في التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي. ده هيبان اكتر وهنقول لكم عليه اكتر باذن الله من خلال مران النادي الاهلي بكره واستئنافه لتدريباته استعدادا للمواجهه الافريقيه المقبله. نروح سريعا لمجله الاهلي واللي بتتكلم او عملت حوار مع محمد مجدي قفشه واللي بيقول اخيرا تحقق حلم حياتي احمدك يا رب. في الحقيقه مجدي قفشه واضح ان هو كان من اللعيبه الاهلاويه قوي، لعيب اهلاوي، فبالتالي كان حلمه ان هو ينضم للنادي الاهلي من فتره. انا قلت لحضراتكم التفاصيل كانت ايه من سنه فاتت، كان ممكن ان هو يجي النادي الاهلي لكن المفاوضات ما تكللتش بالنجاح اطلاقا. كمان في نفس العنوان متولي بيقول ان الفانيلا الحمراء مسؤوليه كبيره وشرف لاي لاعب، واحنا طبعا شفته متولي هنا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، واضح ان هو عقليته مميزه كمان جدا وعارف كويس قوي طموحاته واهدافه مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، ومدرك جدا المسؤوليه اللي هو فيها بعد ثقه جمهور النادي الاهلي فيه بشكل كبير. في الحقيقه جمهور النادي الاهلي بيثق في كل اللاعبين. بالمناسبه النهارده بالليل ان شاء الله هيكون في حلقه خاصه جدا وسهره مع نجم جديد من نجوم النادي الاهلي وهو محمد مجدي قفشه من خلال شاشه قناه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله في تمام الساعه 11 بالليل. هيشرفنا وينورنا في قناه النادي الاهلي هنا محمد مجدي قفشه نجم النادي الاهلي الجديد عشان تسمعوا منه أكتر كل الكلام الخاص بطموحاته مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية وكمان كواليس انضمامه للنادي الأهلي. نتمنى له كل التوفيق إن شاء الله. نروح لروزا اليوسف. محمد الشناوي حامي العرين الأحمر، الأهلي لما بيشارك في البطولة لازم يفوز بها. ده كلام محمد الشناوي مع روزا اليوسف. محمد الشناوي فعلا من أحد اللاعبين المميزين جدا هذا الموسم، رغم أنه ممكن كان في بعض الفترات مش موفق شوية لكن أثبت أنه هو حارس كبير مع المنتخب ومع النادي الأهلي في آخر مباراتين بالتحديد أمام المقاولون والزمالك، وإن شاء الله منتظرين منه المزيد والمزيد خلال الفترة الجاية مع النادي الأهلي هو وزملائه، ومستنيين بطولات كتير إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يكون موفق في تحقيقها. أخبار الأهلي في المواقع إيه بقى؟ خلينا نروح نشوف. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة بطل جنوب السودان. فيتو لاسارتي يجتمع مع جهازه المعاون استعدادا لدوري أبطال أفريقيا. مبتدأ طلب من لاسارتي للخطيب بخصوص المارد الأحمر، الطلب ده اتحقق خلاص يلا. الشروق قفشة حققت حلم حياتي بالانضمام للأهلي. اليوم السابع قفشة يتحدث عن لحظات القلق قبل التوقيع للأهلي وسر عشق هازارد. يلا كورة وكيله قفشة رفض كل العروض من أجل الأهلي. الوطن سبورت الأهلي يعلن موعد انضمام قفشة ومحمود متولي لتدريبات الجماعية. البوابة سبورت مؤمن زكريا ينتظم في المران الجماعي خلال 3 أسابيع. 1-3 وليد سليمان يكشف نصيحة الخطيب التي قادت الأهلي للدوري 41. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: فتحي مبروك يعلن مواعيد التصفيات النهائية لاختبارات الناشئين. طيب خليني أعلق مع حضراتكم سريعا على بعض الأخبار، بالتحديد الموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي بيقول إن الأهلي هيستأنف تدريباته غدا استعدادا ل مواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان، وزي ما قلت لحضراتكم بكره ان شاء الله الفريق يستأنف تدريباته على استاد مختار التتش بالجزيره. نتمنى لهم كل التوفيق والاستعداد بقوه لهذه المباراه. نروح لخبر اخر من فيتو لاسارتي يجتمع مع جهازه المعاون استعدادا لدوري ابطال افريقيا، والاجتماع هيكون من خلال وضع برنامج خاص بالفريق استعدادا لهذه المباراه، برنامج خاص بالتدريبات البدنيه والتكتيكيه والفنيه والاستراتيجيه خلال الفتره الجايه، وده شيء مهم جدا استراتيجيه بالتحديد مستر لاسارتي مع الفريق مع النادي الاهلي بالتحديد في مباراه اطلع بره، لان المباراه دي رغم ان هي تبدو سهله لكن ايضا هي مقلقه لان فريق انت ما تعرفش لسه مدى قوته. نروح سريعا لمبتدا.
وده طلب من مستر مارتين لاساتي للكابتن محمود الخطيب بخصوص المارد الاحمر. والطلب ده اتحقق من دقائق قليله زي ما قلت لحضراتكم الخبر ايه. مستر لاساتي كان طلب من الكابتن محمود الخطيب ان احنا عايزين نلعب في القاهره. الطلب اتحقق وخلاص النادي الاهلي نجح في اخذ كل الموافقات الخاصه بخوض الفريق مبارياته على استاد القاهره الدولي، وده خبر سعيد جدا ومفرح جدا لكل الاهلاويه وبالتحديد لمستر لاساتي وايضا للاعبين. نروح للشروق أفشى حققت حلمي للانضمام للاهلي، صفقه مميزه واتكلمنا عليه كتير على مدار الحلقه. ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق وهيكون كلامه اكتر ان شاء الله بالليل مع قناه النادي الاهلي. الوطن سبورت، الاهلي يعلن موعد انضمام أفشى ومتولي للتدريبات الجماعيه بكره ان شاء الله. الاثنين هيكونوا متواجدين بجانب طبعا اليو ديانج، هيكونوا متواجدين في تدريبات النادي الاهلي الجماعيه ان شاء الله بعد استئناف الفريق لتدريباته. نروح بسرعه للبوابه سبورت، مؤمن زكريا ينتظم في المران الجماعي خلال 3 اسابيع. مؤمن زكريا عنده اصابه في الركبه، الاصابه طولت معاه شويه فبالتالي قدامه لسه 3 اسابيع وينتظم في التدريبات الجماعيه. 1-3 وليد سليمان يكشف نصيحه محمود الخطيب، طبعا كابتن محمود الخطيب واللي قادت الاهلي للفوز بالدوري رقم 41. الكلام كابتن محمود الخطيب ونصيحه كابتن محمود الخطيب للاعبين بشكل عام كانت ان التركيز وعدم الالتفات لاي شيء اخر خارج الملعب، ده طبعا اللي قاله وليد سليمان وده شيء مميز ومهم جدا. وده خبر اخير مهم هعلق عليه ايضا قبل ما نطلع فاصل. الموقع الرسمي للنادي الاهلي فتحي مبروك يعلن مواعيد التصفيات النهائيه لاختبارات الناشئين، واحنا عارفين ان الاختبارات ابتدت من فترة قليلة حوالي 2-3 أسابيع بالتحديد الاختبارات ابتدت، لكن في تصفيات طبعا في هذه الاختبارات واختبارات بتكون نهائية لبعض اللاعبين اللي تم اجتيازهم للاختبارات الأولى بالتحديد، فبيصفوا ما بينهم عشان يشوفوا الأنسب للانضمام لقطاع الناشئين في النادي الأهلي. فخليني أقول لحضراتكم المواعيد الخاصة بهذه الاختبارات. تحددت مواعيد التصفيات النهائية لاختبارات الناشئين في 8 صباحا لجميع المواليد على النحو التالي: مواليد 2003 هيكون يوم السبت 3 اغسطس، مواليد 2004 هيكون يوم الاحد 4 اغسطس، مواليد 2005 يوم الاثنين 5 اغسطس، مواليد 2002 يوم الثلاث 6 اغسطس، مواليد 2006 يوم الاربع 7 اغسطس، مواليد 2007 يوم الخميس 8 اغسطس، مواليد 2008 يوم 17 من نفس الشهر، مواليد 2009 يوم الحد يوم 18 من نفس الشهر، مواليد 2010 يوم الاثنين يوم 19 اغسطس. واكيد ربما يكون في مراحل اخرى من الاختبارات بعد اجتياز البعض لهذه الاختبارات الهامه جدا. طيب هنروح لفاصل، بعد الفاصل فقره غايه في الاهميه مع ناقد رياضي كبير جدا جدا، ودايما الفقره بتاعته بتبقى مميزه ودايما كل خميس بتبقى فقره خاصه جدا وبنتكلم فيها في امور كتيره على الساحه الرياضيه المصريه وبالتحديد فيما يتعلق بالنادي الاهلي مع الاستاذ الكبير الاستاذ محمد الكوفي الناقد الرياضي الكبير. استنوه بعد الفاصل. بينورني ويشرفني في هذه اللحظات في الاستوديو الاستاذ الكبير والناقد الرياضي الكبير استاذ محمد الاوسي. استاذ اوسي منورنا ومشرفنا كالعاده. حبيبي يا امير تحياتي ليك وانا اللي بتشرف معاك، تحيه للاستاذ امير ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بنسعد بيك دائما. ربنا يخليك، ده انا اللي بتشرف بالتواجد على شاشه الاهلي يعني. تحيه للاعداد. تحيه طبعا للاعداد، الاعداد كلام في الميديا من الناس المميزه يعني جدا، سواء كريم ومن صلاح او عمرو فهمي او احمد نبيل في الحقيقه، وكمان حقيقة في احمد عبد القادر ونادين، ناس كتير في الحقيقه. لا الحقيقه يعني مجموعه متميزه جدا، والبرنامج ده تحديدا من البرامج اللي بتهم جمهور الاهلي واعضاء الاهلي، لانه بيكون من اول برامج الهواء اللي بيقدم حتى كل اللي بتبث وسائل الاعلام سواء المقروءه او المرئيه او المسموعه او على السوشيال ميديا او على المواقع الالكترونيه. يعني حاجه مهمه جدا وحاجه يعني تليق بالنادي الاهلي، وفتحيه لكل طبعا فريق الاعداد المتميز ان شاء الله، وهنطور من نفسنا كمان واكتر واكتر عشان نرضي كل جماهير النادي الاهلي باذن الله. طيب استاذ اوسي، ملفات كتير قوي عايزين نتكلم فيها، لكن عايز ابتدي بالتحديد بمؤتمر الشباب وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس فيما يتعلق بالرياضه المصريه بشكل عام وفيما يتعلق بالتحديد بالمدير الفني المنتخب المصري خلال الفتره اللي جايه. تعليقك ايه ورايك ايه في التصريحات المهمه جدا واللي بدورها بتعكس مدى اهتمام الدوله بالرياضه المصريه وبمنتخب مصر وكل تمام طبعا. يعني يمكن فخامه الرئيس عرض الملف
او تكلم في الملف الرياضي، بما يشير الى ان الدولة المصرية مهتمة اهتمام كبير جدا بالملف الرياضي بشكل كبير جدا، واعتقد ان كل الحكومات المصرية بتدرك بشكل جيد جدا وشكل مؤثر جدا مدى اهمية الملف الرياضي، فبدأت الدولة تتعامل مع هذا الملف ليس كملف ترفيهي او ملف رياضي او مجرد لعب، لا بدأت تتعامل معه كملف مثل الملفات السياسية، الملفات الاقتصادية، الملفات الاجتماعية، الملفات البيئية، الملفات الزراعية، الملفات الصناعية، يعني ملف مهم جدا في مصر. باتت الدولة توليه اهتماما كبيرا ورعاية كبيرة ورعاية غير عادية ورعاية غير مسبوقة. لأول مرة نرى يعني رأس الدولة المصرية يتحدث عن الكرة ويتحدث عن الرياضة، يتحدث عن الجماهير، يتحدث عن شخصية المدرب المصري، وده كلام مهم جدا. يمكن احنا اتكلمنا قبل كده في حلقات سابقة عن أهمية المدرب الوطني ان يكون متواجد، فلما يأتي الاهتمام هذا من قبل فخامة رئيس الجمهورية في هذا الاتجاه، أعتقد أن ده بيعزز اتجاه المدرب الوطني مهم جدا، لا سيما وأننا لدينا مدربين وطنيين على أعلى مستوى، فعندما يلمس سيادة الرئيس هذا الملف ويسير في هذا الخط أو يوجه للإرشاد بهذا الخط، أعتقد ده كلام مهم جدا. يمكن شفنا الحوار اللي كان بينه وبين معالي وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، كان كلام مهم جدا عن ضرورة الاهتمام بالمدرب الوطني، عن ضرورة الاهتمام بأبناء مصر المهمين، والتاريخ يقول ان ابناء مصر الذين قادوا المنتخب الوطني هم من حققوا افضل الانجازات في تاريخ الكره المصريه، وكان اخرهم الكابتن حسن شحاته بالثلاثيه العظيمه القاريه التي حققها وهي اخر ما نلناه في البطوله الافريقيه. للبعض كان بيقول ان هي سهله، يعني ان من 2010 ل 2019 لم نستطيع ان ننال اللقب، العمليه مش سهله، احنا كنا مميزين وكنا موفقين، كان معانا جهاز فني كفاءه عاليه، كان عندنا لاعبين مميزين، المدرب الوطني بيستطيع ان يعني يخرج كل ما في جعبه اللاعب المصري، بيستحسه بال 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 بيطلع النعره الوطنيه اللي جواه، الحب للبلد، الحماس، الحاجات دي كلها مهما كانت كفاءة المدرب الأجنبي لن تستطيع أن تخرج هذا، ربما يستطيع المدرب الأجنبي أن يحقق إنجازات كبيرة مع الأندية، لكن مع المنتخب تحتاج الأمور اختلاف كبير جدا، وأعتقد أن ده توجه مهم جدا من الدولة وتوجه مهم جدا من معالي رئيس الدولة سيادة الرئيس أو في هذا الاتجاه. النقطة الثانية اللي ركز عليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي ملف الجماهير، عندما يعني طرح هذا الملف ونوقش وتحدث عنه بوضوح ان مفيش اي مشكله من عوده الجماهير المصريه للجهات المعنيه وهي مرتبطه باتحاد الكوره والجهات اللي بتقوم بتامين هذا الامر، اعتقد ان الامور بعد كاس الامم الافريقيه باتت سهله، باتت ميسوره، باتت في اطار السيطره، ومن الصعب جدا ان احد يخرج على النص في اطار تجربه تذكرتي التي تم تنفيذها في كاس الامم الافريقيه بشكل غير مسبوق في بطولات الكان. ان شاء الله يكون لهذه التجربه صدى كبير جدا في المراحل القادمه باذن الله، وتفتح الابواب وتفتح المدرجات للجمهور المصري، لان هذا الجمهور هو من سيعلي من قيمه كره القدم المصريه، سيعلي من قيمه الدور المصري، سيزيد من عمليه المنافسه اللي موجوده بين الفرق، غياب الجمهور يؤثر بنسبه كبيره تصل على الاقل ل 40 ل 50% من المستوى. يعني شفنا ماتش الاهلي والزمالك الاخير بدون جمهور، اعتقد لو كان هناك جمهورا متواجدا في المدرجات لكانت الامور مختلفه تماما، يعني كانت الامور اكثر من ذلك بكثير، ده بيعطي حماس للعيبه، بيعطي قدره على العطاء، على اللعب، على الاداء. فان شاء الله الملحوظتين دول اللي خرجوا من راس الدوله المصريه ان يكون ليهم تركيز شديد جدا، واعتقد ان يكون فيهم اهتمام كبير جدا في المرحله المقبله. بالتالي الابرز لتولي منتخب مصر كمدرب وطني بعد تصريحات الامس، واعتقد ان ده الانسب في الحقيقه ان يكون في مدرب وطني لمنتخب مصر، لكن في عدد من ابناء مصر المميزين جدا المدربين المرشحين لتولي هذه المهمه القويه والصعبه جدا، بترشح مين يا استاذ وسيم؟ بص احنا متفقين على المبدا ان هو مدرب وطني يكون موجود، يعني بالظبط. طبعا اكيد حضرتك متابع وانا متابع وكل عشاق كره القدم في مصر متابعين ما يطرح من اسماء لتولي مهمه المنتخب الوطني، في مقدمتها طبعا الكابتن حسن شحاته صاحب الانجاز الكبير طبعاً. كابتن حسام حسن مدرب شاب وطموح له طموحاته، كابتن حسام البدري مدرب له بصمته، حقق انجازات كبيره مع النادي الاهلي وحقق بطولات، كابتن ايهاب جلال، في كابتن طلعت العشري في طلعت يوسف، في نماذج جديده طالعه كابتن عماد النحاس، علي مير، كل دول
ممكن يتعمل كوكتيل في جهاز، ممكن يختار واحد وهو يختار جهاز. يعني احنا بنتكلم على اسماء مهمه جدا واسماء تستطيع ان تحقق انجازات. اعتقد ان هناك ستكون لجنه ستختار طبقا لمعايير معينه. لجنه فنيه ولا لجنه اداريه للاتحاد الكره؟ اعتقد ان لجنه فنيه في هذا الاتجاه يعني. تمام. بس هي اتجاه اتحاد الكره يعني ان شاء الله مقبل على يعني حسم هذه المرحله اللي بيمر بيها دلوقتي اللي هي ما بعد استقاله مجلس المهندس هاني ابو ريده، واسناد الامور للعميد ثروت سويلم بحكم اللائحه التي تنص. هناك اتجاهات ومحاولات لتشكيل لجنه خماسيه لاداره اتحاد الكره حال الحصول على موافقه من الفيفا بهذا الامر. هو في وفد من فيفا جاي الاسبوع الجاي مصر عشان يحدد هذه الامور بالظبط. وهذا الكلام مهم جدا يعني. احنا يهمنا اللجنه دي ان تبقى موجوده، لان احنا الحقيقه في مرحله صعبه جدا، مرحله اللي هي قبل 2020 قبل دوره الالعاب الاولمبيه اللي هتلعب في طوكيو. ومعروف ان كل انتخابات الاتحادات الرياضيه بتجرى عقب انتهاء كل دوره اولمبيه. فلو احنا اجرينا انتخابات دلوقتي هنضطر تاني بعد سنه او اقل قليلا الى اجراء انتخابات جديده لاتحاد الكره، فيحصل نوع من الارتباك ونوع من التذبذب. الاتجاه الاقرب والاصوب والافيد لمصلحه الكره المصريه هو ان تشكل هذه اللجنه لاداره الكره المصريه خلال الاشهر تقريبا ال 11 شهرا المقبله، وبعد ذلك تجرى الانتخابات ان شاء الله بشكل قوي ومميز. اعتقد ان تجرى يعني اداره الملف بشكل جيد سواء على مستوى وزارة الشباب والرياضة واتصالاتها مع الفيفا واللجنة الأولمبية المصرية أو اهتمام الدولة بشكل عام. أعتقد أن ملف كرة القدم سينال اهتماما كبيرا في المرحلة المقبلة يعني. طيب عشان نقفل ملف الاتحاد المصري لكرة القدم، وفي الآخر هنتكلم بقى على النادي الأهلي بتفاصيل كتير يعني كل الصفقات وكل هذه الأمور، لكن بالتحديد يقال أن هيكون في قرعة عمياء لبطولة الدوري المصري، يعني مش هتبقى قرعة موجهة ان الاهلي والزمالك يلعبوا في اخر كل دور زي بقى لنا كام سنة، وكان موضوع ممل جدا في الحقيقة. بتشوف الخبر او الاتجاه ده ازاي؟ يعني بعد اللي شفناه في اخر 4 سنين وفوز الاهلي بالدوري ويحول مباراة القمة الى مباراة بلا قيمة وبما معنى، وهما قطب الكرة المصرية وهما صورة الكرة المصرية في الخارج، يعني دايما الدربيات دي بيتم مشاهدتها بشكل كبير جدا يعني. بالظبط. فبقينا يمكن بقى لنا سنوات طويله جدا ما بنشوفش ديربي بين الاهلي والزمالك بشكل كبير، لان الدوافع بتنتهي. يمكن الاهلي خاض مباراه الاحد الاخيره بعد ما حسم الدوري خلاص. يعني انا خدت الدوري فما عنديش اي دوافع يعني، ممكن مهما نبهت اللعيبه ومهما كلمتهم ومهما كانت مدى اهميه المباراه واحساسهم بيها، الا ان تظل الامور يعني انا ما عنديش الدافع والحافز. يعني لو كانت المباراه دي الفاصله في الدوري كنا سنرى امورا مختلفه واداء مختلفا من لعيب الاهلي ولاعب الزمالك في نفس الوقت. يمكن لاعبي الزمالك عندهم دافع ان هم يريدون الفوز على الاهلي كنوع من الانتصار المعنوي بعد ما فقدوا بطوله الدوري. فمهم جدا ان هذا الاتجاه يكون موجود في اتحاد الكوره، ومهم جدا ان القرعه بشكل عام تكون قرعه عمياء، قرعه غير موجهه، قرعه لا تحدد مباريات بعينها. ومتى ان شاء الله ماتش الاهلي والزمالك يبقى اول ماتش في الموسم؟ بالظبط. يعني ومعنى كده ان ممكن نلاقي ماتش الاهلي والزمالك ده اول مباراه في الموسم، مفيش مشكله أو في خالص الموسم يعني، بعد ثاني مباراه ثالث مباراه فتعطي المباراه قيمه. صح. وتاتي في وسط المنافسه بدل ما بتكون المنافسه انتهت تقريبا. صح. يعني الاسبوع الاخير، ويمكن طبعا الاحداث اللي مرينا بيها بعد منذ 2011 وثوره يناير وما تلاها من احداث سياسيه كثيره جدا، وما تلاها من احداث في المدرجات والجماهير، وما تلاها من يعني ثمن دفعته جماهير الاهلي في بورسعيد وثمن دفعته جماهير الزمالك في الدفاع الجوي، كل هذا يعني خلاهم يخلوا الماتش ده في الاخر ويتمنون عدم يتمنون هذه المسابقه وان ما يكونش ليه اي فايده او اي قيمه علشان الحساسيه تنتهي. لكن احنا نريد هذه المباراه كبيره، نريد هذه المباراه نشوف فيها، لان دي فيها اكبر نادين في مصر، في المنطقه العربيه، في منطقه الشرق الاوسط، في افريقيا. الاهلي والزمالك في افريقيا هم المتصدرين حتى لو غاب بعض الوقت عن منصات التتويج. فمهم جدا ان احنا تكون القرعه بتاعه الدوري عمياء، وليلعب الاهلي مع الزمالك في اي وقت، وليلعب الاهلي مع الاسماعيلي في اي وقت، وليلعب الاهلي مع المصري في اي وقت، وليلعب الاهلي مع بيراميدز في اي وقت، مش مهم التوقيت، لكن مهم ان احنا نشوف مسابقه كويسه، مسابقه مميزه بمباريات معموله محدده بدايات ونهايات. ومن الاشياء التي اتفق عليها
او اعلنت عن اتحاد الكوره واعلنها طبعا يمكن الحاج عامر حسين ان هيكون في بدايه معلنه للدوري ونهايه معلنه. نتمنى هذا يعني، لان بصراحه كل اللي بيحصل كل موسم ده مش نتمنى ان التهريج اللي احنا شفناه في اداره المسابقه المصريه بتاجيلات وتأجيل المؤجل ومجاملات في التأجيل، فده يعني الحقيقة يعني بيهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، ويعني بيصيب المدربين بنوع من اللخبطة في تنفيذ وتنظيم برامج للتدريبات والأحمال والحاجات دي كلها يفهمها مدرب كرة القدم بشكل جيد وشكل مميز. نتمنى أن كل ده ينتهي ويكون يبقى أي مدرب عارف وماسك عارف أن في شهر يناير اللي جاي تدريبه ممكن يبقى الساعه كام، لان عنده ماتش الساعه كام، وعارف ماتش في العالم كله، وده موجود في العالم كله، عارف ان انا هدي لعبت راحه من امتى لامتى، عارف ان ماتشات الافريقيه وماتشاتي المحليه وارتباطات المنتخب ده كل ده معروف في اضيق الحدود قوي يا استاذ اوسي، لما بيبقى في تاجيلات بره اوروبا لما تكون حاجه كارثه يعني، لما تكون حاجه ده ظرف قهري بالظبط. لكن انا الامور كلها واضحه بالنسبه لي، الكاف حاطط جدول وخلاص يعني، كاف هتلاقي نزل جداول دوري الابطال، جداول الكونفدراليه، الجداول بتاعه المنتخب، الماتشات الوديه بتاعه المنتخب، ارتباطات المنتخب الاولمبي، منتخبات الناشئين، كل هذا الامور امور واضحه، فعلينا يعني ان نحترم مسابقتنا حتى نخرج بمسابقه تليق بمصر وتليق بالكره المصريه، ومسابقه منظمه تنتج لاعبين مميزين يستطيعون ان يدافعوا عن اعلام العالم المصري، ويشعرون الجمهور المصري بالفخر والسعاده بدل النكسه الكرويه اللي احنا تعرضنا ليها في الكان الاخيره وهي مقامه على ارض مصر، وهو امر لم نتعرض له منذ سنوات بعيده، منذ يعني اعتقد ال 20 سنه الاخيره ما تعرضناش لهذا المشهد اللي حصل يعني. مصر دايما كانت لما تنظم اي بطوله على ملعبها بتفوز بيها، المره الوحيده اللي ما فزناش بيها كانت 74 يعني، يعني وصلت حتى سيمي فاينل على الاقل يعني. فنتمنى ان يكون في انضباط في عمليه المسابقات المصريه ان شاء الله والتزام بتوقيتاتها. طيب امتدادا للموسم الاستثنائي اللي خلص كبطوله دوري، لكن لسه بطوله الكاس ما خلصتش، تمام، فبالتالي في اتجاه ان بطوله الكاس يتم تعديل مواعيدها ويتم تقديم المباريات المؤجله في بطوله الكاس ليوم 15/8. ليه بقى يا استاذ اوسي؟ لان الاجنده الدوليه من يوم 2/9 ليوم 10/9 في اجنده دوليه، سواء بتتعلق بالمنتخب الاولمبي او المنتخب المصري الاول. طب هل الناس اللي كانت موجوده قبل كده ما كانتش واخده بالها من موضوع الاجنده الدوليه دي، وبالتالي حطوا مواعيد كاس مصر في شهر 9 في نص 9 تقريبا والكلام من ده، ودلوقتي اتجاه تم تعديله ان كاس مصر يتقدم شويه؟ رايك ايه في الجزئيه ده؟ ده تساؤل محترم جدا وكلام محترم جدا، وهو نفس الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، ان حضرتك عندك الاجنده موجوده يعني بالزبط. يعني حضرتك ما صحتش من النوم وفوجئت ان منتخب مصر ممكن يكون عنده ارتباطات وديه او ارتباطات دوليه وكذا المنتخب الاولمبي، المفروض هذا الكلام معلوم مسبقا. معتمدين على ايه؟ هم كانوا معتمدين على ان مستر اجيري لو كان كمل يعني كان متفقين معاه ان بطوله الكاس دي مش هتاخد الدوليين، اللعيبه الدوليه سيبهم مع الانديه بتاعتهم، كان هياخد لعيبه منين؟ طب هيلعب بمين طيب اساسا يعني. طبعا كلام برضو اهو بدينها برضو في الكاس يعني، حدد وارجع. طبعا هتلاقي مثلا فرق زي النادي الاهلي اللي ما حصلش على راحه وحدد برامج خلاص على انه هيلعب ماتش يوم 28 يفاجئ ان عنده ماتش يوم 15، دي نوع تعمل من نوع من الارتباك الشديد جدا عنده، لا سيما الاهلي عنده الماتشين بتوع اطلع بره دوري الابطال الافريقي مع بطل جنوب السودان. فطبعا الكلام ده بيعمل ارتباك للمدربين، بيعمل ارتباك للانديه، وبيساهم يعني المدرب ما يعرفش يشتغل الحقيقه يعني. واحنا برضو حتى مش عارفين نشتغل يعني، انا بقى تبقى مرتب نفسك او الاعلام بشكل عام خصوصا فيما يبث من مباريات، حاطين برامج ومتفقين على حاجات ان يوم 28 عندنا كذا، تفاجئ ان كل ده يتضرب وتقدم مثلا 10 ايام او اكتر. 28 الماتش اللي فات بتاع الزمالك، لكن احنا 28 لسه ما مش عارفين عندنا ايه، احنا عندنا المباراه اللي جايه فريق اطلع بره يوم 9 او 10 او 11، الاقرب هيكون يوم 10 يعني. بالظبط يعني. فطبعا يعني اتمنى ان ده ينتهي خالص ويكون ده اخر موسم للعك الكروي في تنظيم المسابقات المصريه، ونخلص من هذه الازمه حتى يعني تنهض الكره المصريه من كبوتها وتنطلق في كل الاتجاهات ان شاء الله. رايك كيف عدم
تسلم النادي الاهلي لدرع الدوري في ارضيه الملعب، وان هيكون في احتفاليه خاصه بتسليم النادي الاهلي للبطوله، وكمان احتفاليه دي هيكون بيتخللها توزيع جوائز للاعبين افضل لاعب وافضل حارس وكل هذه الامور. يعني الحقيقه ده يعني انا هتكلم من منطلق ما يحدث في كل الدنيا او الطبيعي اللي بيحدث في العالم كله. الدنيا كلها ماشيه ازاي واحنا ماشيين ازاي، الدوريات العالميه كلها بتمشي ازاي واحنا ماشيين ازاي، مكافاه البطل بالتتويج وبالدرع في اخر مباراه في الموسم ده شيء عظيم جدا. يعني انا فرحتي في اليوم ده، انتصاري في اليوم ده. حضرتك عايز تعمل حفله تاني ماشي اوكي بنعملها، لكن انا المفروض اتسلم درعي، اتسلم الكاس بتاعي. ممكن نيجي في كاس مصر مثلا يعني وفي نهائي الكاس بين فرقتين ونلعب المباراه وفريق يكسب وبعد كده بقى نروح نسلمه له في الفندق. يعني هو ما هو ده نفس المنطق، يعني هو في فرق بين دي وبين دي. يعني انا مش فاهم ليه الامور كده. كان من الطبيعي ان يكون اتحاد الكره معد لمثل هذا الامر ويجهز درع الدوري ويسلمه للنادي الاهلي بعد انتهاء مباراه الزمالك مباشره اللي هي اخر مباراه في الموسم. انا سمعت كلام غريب جدا يعني ومبررات يعني انا مش قادر افهمها الحقيقه. يعني منها يعني تقديرا لاحساس المنافس، تقديرا لاحداث يعني انا سمعت هذا المبرر، وده لو كان حقيقي تبقى كارثه الحقيقه. يعني لو تقدير الاحساس المناسب يعني ممكن نيجي في كاس العالم وفرقه تخسر وما نسلمش بطوله التقدير، مش هنحتفل بس عشان الناس الثانيه ما تزعلش. يعني طبعا وكل التقدير للمنافس، كل التقدير لاحساس المنافس، أكيد كل التقدير لجهد المنافس طول الموسم والكلام ده. لكن انا البطل وانا اللي خدت بطوله فانا اللي استحق انك تكرمني. يعني انت بتعاقبني كده، يعني بتعاقبني انا خدت بطوله. فهذا الكلام يعني من وجهة نظري الشخصية مرفوض وغير مقبول ولا يعطي البطل حقه الكامل. يعني الحفلة دي ممكن بعد الأهلي ما ياخد الدرع مثلا في كان يتسلموا في استاد برج العرب، كان ممكن الأهلي يجي يعمل حفلة في الجزيرة عادي، ده حامل حق الأهلي ان يعمل احتفالية تانية خاصة بيه بطريقة معينة. لكن انت كاتحاد كورة المفروض درعك يسلم في آخر لقطة في الموسم وكانت القصة تنتهي. كلام طبعا يعني مرفوض تماما وكلام غير جيد وكلام ليس موجودا الا في اتحاد الكره المصري. نروح نتكلم شويه عن النادي الاهلي بقى، وده اللي بيهم جمهور الفريق اللي بيتابعنا او جمهور النادي بشكل عام، جمهور النادي الاهلي وبالتحديد بطوله الدوري. وكلام كتير دايما استاذ اوسي على او في محاولات كتير على سرقه فرحه جمهور النادي الاهلي ببطوله الدوري والتقليل من اهميه الفوز بهذا اللقب رغم كل الصعوبات اللي مر بيها النادي الاهلي على مدار الموسم. رايك ايه في الجزئيه دي؟ يعني انا لفظ السرقه ده لفظ غريب جدا، ده على اعتبار ان كان الدرع عند حضرتك لفظ موجود مش في الدرج والاهلي راح في ظلام الليل اقتحم الاهلي المكان وخطف الدرع. يعني الاهلي كان بيلعب وشايف اتجاهه وشايف طريقه. مسابقه الدوري المصري دي بتبدا من الاسبوع الاول للاسبوع الاخير، مسابقه اسمها مسابقه النفس الطويل، قد تحسم في اخر لحظه في الموسم وقد تحسم قبله بالنهايه بجوله او جولتين زي ما شفنا السنه دي، وقبل كده كانت بتحسم قبلها بعده جولات. النادي الاهلي نادي عريق، نادي كبير، نادي له شخصيته، نادي الزمالك نفس الامر، نادي له شخصيته وله بطولاته. يعني التجارب والاهلي يعني قدم هذه النماذج من قبل، يعني اكثر من مره. ما حدث هذا الموسم ليس بجديد على النادي الاهلي صح، لكن كان الجديد ان المنافسين يعني احتفلوا بالدوري من الدور الاول واخرجوا الاهلي من المنافسه من الدور الاول، بل استبعدوه حتى من المربع الذهبي. وده كلام غريب جدا لانهم لا يعرفون معنى النادي الاهلي ولا يعرفون قيمه النادي الاهلي ولا يعرفون شخصيه النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني ممكن ياتي من بعيد جدا زي ما اتى من المركز ال 18 في بعض الاوقات الاهلي يعني احتل المركز ال 18 وكان مؤجلاته وجاء ليتقدم ال 18 فريقا اللي موجودين في المسابقه. ليه؟ لان ده النادي الاهلي والناس كلها كانت عارفه كده. الاهلي صابر وصمد ولعب وحقق انتصارات صعبه جدا وانتصارات مهمه جدا في المقابل المنافسين خسروا. دي مش مشكله الاهلي وده مش ذنب الاهلي. في الدوري الانجليزي ما كان ليفربول متقدم على مانشستر سيتي بعدد من النقاط وافر يكفيه لحصد المنافسه لو واصل انتصاراته، اما وان ليفربول وقع وسقط من الذي استفاد من هذا الامر؟ المنافس صح. وخسر الدوري بفرق نقطه. ما طلعوش بتوع ليفربول يقولوا ان الدوري اتسرق مننا او ان او او ان مانشستر سيتي فاز بالبطوله عشان احنا يعني احنا اللي ادينا البطوله، الكلام ده مش موجود. على النادي الاهلي ان يفرح. الجماهير نفسها استاذ اوسي واعيين قوي ان الاهلي جماهير انديه مختلفه مختلف انتماءاتهم،
واعيين جدا ان مفيش حاجه اسمها ان الاهلي سرق البطوله والاهلي فاهم قصدي يعني هم متفهمين يعني هو بيبقى كلام بعض الناس يعني ده على اعتبار ان هي بطوله عابره والاهلي سرقها الاهلي واخد 40 درع قبل كده يعني ده الرقم 41 دي بطوله الاهلي متخصص فيها بيجيد فن اللعب فيها بيجيد القدره على الفوز بيها بيجيد عمليه خطف الدرع مهما كان المنافسين و وضعه في الجزيره يعني كما حدث بقى له 4 سنين وكان قبل كده بقى له 40 مره يعني فما فيش مشكله الذين يحاولون سرقه فرحه جمهور الاهلي وفرحه النادي الاهلي وفرحه لاعب الاهلي هو يعني الاهلي دايما بيفرح ببطولاته حتى لو كانت بطولات مكرره لكن سر الفرحه وسر القوه اللي موجوده هذا الموسم عند النادي الاهلي ان الاهلي كان بعيدا وان هناك كثيرون شققوا في النادي الاهلي وان الاهلي تعرض لضربات كثيره جدا لكن صمد واستطاع ان يحقق هدفه بتقدير ممتاز ولم يكتفي بتحقيق الهدف بل فاز في الديربي المهم حتى يكمل فرحة جمهوره وفرحة عشاقه فعلى الأهلوية كلهم أن يفرحوا ويبتهجوا بهذا الدرع ولا يسمعوا لهذا الكلام لأن هناك من يحاول أن يحول الاتجاه إلى نقطة أخرى أو إلى ناحية أخرى حتى يعني يجمل شكله ويجمل صورته أمام جمهوره لكن جمهور الأهلي واعي أعتقد وفاهم أكيد. لكل هذه الأمور أكيد يعني. وجمهور الأهلي فرحان جدا جدا من بطولة الدوري يعني في الحقيقة هرجع تاني للنادي الأهلي يا أستاذ أوسي لكن في خبر مهم من اليوم السابع كتبه زميلنا العزيز محمد مراد بيقول إيه الخبر بيقول إن رسميا لأول مرة اتحاد الكرة يقرر توثيق عقود المدربين هقرا لك الخبر دلوقتي قرر مسؤول اتحاد الكره توثيق عقود المديرين الفنيين بدايه من الموسم الكروي الجديد 2019-2020 لاول مره في تاريخ الجبلية وجاء الهدف من قرار اعتماد وتوثيق عقود المدربين مع انديتهم اسوه بعقود اللاعبين من اجل الحفاظ على حقوق كل طرف في حاله حدوث ازمه شايف الخبر ده ازاي والله ده كلام مهم جدا شهدت الفتره الاخيره كمان ازمات بين المدربين والانديه ويلجا الطرفين لاتحاد الكره في حاله الشكوى والعثور واستقر مسؤول الجبهه رسميا على تطبيق قرار توثيق عقود رايك ايه ده كلام مهم جدا وخطوه مهمه جدا اي حاجه تحافظ على حقوق الناس فدي اعتقد انه مهمه جدا وخطوه مهمه جدا ما تبقاش الامور فيها نوع من الفوضى يعني ونقعد نتخانق ونعمل الحاجات دي كلها توثيق العقود في اتحاد الكره سيحفظ حقوق الاثنين هيحفظ حق نادي من ناحيه ويحفظ حق المدرب من ناحيه فاي منهما يخل بهذا التعاقد على طول الاخر سينلحقه يعني فامر مهم جدا وامر في غايه الاهميه لان المدربين جزء كبير جدا من المنظومه فلا بد ان يشعروا بالاستقرار بالامان بان حقه مش هيضيع ان حقه مش هيهدر فده طبعا حاجه مهمه جدا اتمنى ان تكتمل يعني من ضمن برضو الحاجات المهمه قوي يا استاذ اوسي ويا ريت المسؤولين ان شاء الله يفكروا فيها لان ده هيطفي اثاره اكبر على بطوله الدوري المصري من الجانب الفني وهو فيما يتعلق بايه فيما يتعلق بان لازم تحط في اللائحه ان ما ينفعش مدرب يمرن اكتر من نادي في الموسم او يا سيدي بلاش في نادي واحد خليهم ناديين اكتر من ناديين ما تدربش ليه ما تبقاش موجوده في اللائحه لان احنا اكيد حضرتك بتتابع وتشوف على مدار السنوات كلها السابقه والموسم اللي فات ممكن مدرب واحد يمرن 3 و4 انديه في بطوله دوري واحده حقيقة. وده بيدي او بيعكس للعيبه الفرق المختلفه ان انا مثلا دلوقتي المدرب ده الدنيا بالنسبه لي مش ماشيه معاه قوي فالنتائج هتوحش فهيمشي وهيجي واحد غيره فهيؤدي لكثرة تغيير المدربين لازم نهتم بالجزئيه دي ولا ايه رايك لا طبعا ده مهم جدا هو يعني اللي بيحصل ده ما بيحصلش تقريبا برضو غير في الدوري المصري يعني احنا ما بنشوفوش ما بنشوفش مدرب مثلا في الدوري طبعا احنا بننظر للدوريات الخمسه الكبرى كانها النموذج اللي احنا بنامل ونطمح في ان نصل اليها لاكبر خمس دوريات كبرى على مستوى العالم يعني ما بنشوفش ان مدرب بياخد فرقتين وثلاث اربع فرق في الموسم يعني مدرب بيكمل مده خلاص بيمشي ما فيش فرقه ثانيه بتروح تجيب نفس المدرب اللي فشل مع فريق في نفس المسابقه وتجيبه يعني ممكن من طرف والغرائب في الدوري المصري انك تجد مدربا قاد فريقا وهبط للدرجه الثانيه ونفاجئ ان فريق ثاني بيتطرق طب ما هو يا عم ما هو فشل فشلا ذريعا قدامك هو حتى ممنوع يعني ما جاي لحضرتك ممنوع ان مدير فني يمسك فرقه دلوقتي وفي نفس الموسم يمسك فرقه ثانيه بالظبط فانا بمسك فرقه ده بالعكس ده اصلا بيضر بالفرقه اللي هو كان ماسكها يعني حتى الموسم يعني حتى لما يجي يواجهها ممكن الثلاث نقاط هو خلاص عارف كل خبايا الفريق اللي موجود فيه في هذا الموسم وعارف كل سلبياته وعارف كل ايجابياته فيجي قائد فريق ثاني ويواجه الفريق اللي كان بيواجهه قبل كده بالظبط ممكن الثلاث نقاط دول يكونوا مهمين جدا لفريقه السابق فهو يستفيد من هذا الوضع فطبعا هذا امر مرفوض اتمنى الا يعني مثلا يعني على الاقل تبقى في اطار فرقتين على الاكثر مثلا يعني انت دلوقتي اللعيب جبته في انتقالات الصيفيه بيلعب في نادي ممكن في الانتقالات الشتويه يلعب في نادي اخر ما يقدرش يروح نادي ثالث
بس ما ينفعش يلعب في نادي تاني. لا ما يعملش ثلاث انتقالات. لازم يعني المدربين يبقوا نفس الطريقه. نتمنى ان ده يكون موجود وان هذا الامر يتم فتحه ويتم ناقشته برضه حفاظا على شكل الكره وحفاظا على الفنيات اللي موجوده فيه. نرجع للاهلي وصفقاته، وفي عدد من الصفقات قدر النادي الاهلي يبرمهم وصفقات مهمه جدا ومميزه وطبقا لاحتياجات الفريق. يا استاذ اوسي دي نقطه مهمه قوي لازم نركز عليها، تقييمك حتى الان لصفقات النادي الاهلي. يعني الاهلي عمل صفقات في اطار المطلوب، صفقات ما يحتاجه البيت، صفقات يعني بتسد نقاط ضعف موجوده في فرقه الاهلي او بعض الثغرات اللي محتاجه. يعني كلنا كنا بنقول ان في دفاع الاهلي محتاج تدعيم، وسط الاهلي محتاج تدعيم، هجوم الاهلي برضه يحتاج تدعيم. الاهلي لو بصينا للصفقات اللي عملها هنجد في الخط الخلفي تعاقد مع محمود متولي، والاهلي بيتعاقد بوضوح مع محمود متولي عبر ناديه بشكل شيك وشكل محترم عشان ما حدش يقعد طول الوقت يردد الاهلي بيخطف لعيبه من حد. الاهلي دايما بيدخل من الباب ويدخل بالطريقه الصحيحه والطريقه السليمه. تعاقد كان ممكن يتم اتفاق ويتم الصبر عليه لنهايه الموسم ويذهب الى الاهلي بلا مقابل. الاهلي لم يرضى بهذا وسار في الطريقه الشرعيه وتعاقد مع محمود متولي لتدعيم خط الدفاع، واعتقد ان ده امر مهم جدا لسد الثغرات اللي موجوده في دفاع الاهلي، وهيكون لمتولي دور كبير جدا مع الاهلي ان شاء الله في المرحله. بيلعب كمان في نص الملعب يعني، فطبعا لاعب مهم جدا الاهلي محتاجه جدا يعني. لما تيجي لحد زي اليو ديانج المالي الاهلي جايبه في وسط المدافع، لاعب مهم جدا، واعتقد بالرغم من وجود بعض اللاعبين مميزين في هذا المكان زي عمرو السوليه، حسام عاشور، حمدي فتحي، على الاقل هذا الثلاثي المميز وندفد ان شاء الله لما يرجع من الاصابه يستطيع وجود ديانج هيضيف قوه كبيره جدا لهذا المكان، لان هذا المكان هو خط دفاع قوي يعني يعتبر ثاني خط دفاع للاهلي بعد الخط الهجومي. يعني دايما دفاعك بيبدا من المقدمه، وطول ما انت ما فيش عندكش مقدمه فالكوره بتذهب الى وسط الملعب فتذهب الى مرمك. وجود هذا اللاعب او وجود هذا الخط القوي المميز في الوسط المدافع النادي الاهلي اعتقد سيمنح الاهلي قوه على قوته الدفاعيه اللي هتزيد بوجود لاعب زي متولي وباقي اللاعبين الاهلي المميزين. لما تلاقي جاب لاعب زي مجدي يعني. زي مجدي قفشه لاعب الصفقه الاخيره للاهلي حتى الان بالظبط، يعني ده لاعب في الثلث من الوسط في الثلث الهجومي، فلاعب مميز جدا، لاعب يعني من نوعيه صالح جمعه، من نوعيه اللاعبين المهارين في وسط الملعب بالزبط. اللي يقدر يوصلك، اللي يقدر يصنع، اللي يقدر يكون لاعب صانع اللعب موجود في النادي الاهلي، اعتقد ان اضافه كبيره جدا واضافه مميزه جدا للخط الهجومي او الخط الامامي للنادي الاهلي، فصفقه الاهلي محتاجها. اكيد لما اجدد الاعاره بتاعت رمضان صبحي وهو لاعب يمتلك شخصيه الاهلي ويمتلك الحماس ويمتلك القوه ويمتلك الاضافه ويمتلك التاثير في نتائج النادي الاهلي، اعتقد ان ده كلام مهم جدا، واعتقد ان باب الصفقات لم يغلق بعد، فما زال الاهلي لم يغلق بعد طبعا. اعتقد ما زال الاهلي في طريقه لتدعيمات اخرى بدليل ان القائمه لم تعلن بشكل كامل، واعتقد ستترك اماكن في هذا الاتجاه حال ما اتمام الاهلي صفقات اذا وجد الصفقه التي تناسبه والتي تضيف اليه وليست صفقه مجرد صفقه. صفقات الاهلي لم تكن للشوء الاعلامي، صفقات الاهلي ليس للاستعراض، صفقات الاهلي ليس لمجرد انك بتعمل صفقات، صفقات جاءت ل تضيف لفريق النادي الاهلي، واعتقد ان هذه الصفقات على قلتها سيكون لها تاثير كبير جدا ان شاء الله بالزبط. في الموسم المقبل، لان انت اصلا عندك قوام جيد جدا من اللاعبين يعني بالطبع. في الحقيقه النادي الاهلي بيضم عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين. في المقابل في البعض بيرحل عن النادي الاهلي، واحنا عايزين نتكلم بالتحديد عن محمد نجيب، وانا عارف ان انت حابب ان انت تتكلم عن محمد نجيب. الحقيقه يعني النهارده يعني انا تأثرت برحيل محمد نجيب عن النادي الاهلي بالظبط، رغم ان محمد نجيب ملوش دور مع الاهلي بقاله فتره طويله جدا، لدرجه ان بسبب الاصابه على فكره، لدرجه ان الكثيرين يظنون ان محمد نجيب رحل من النادي الاهلي. هذا اللاعب يستحق دي صوره الموقع الرسمي النهارده او النادي الاهلي يعني طبعا خلالها شكره لمحمد نجيب يعني شكر نجيب فيها الابطال البطولات اللي هو فاز بيها معنا بالظبط. يعني هذا اللاعب في النادي الاهلي بقاله 8 سنين بالظبط، زي ما حضرتك برضو اكدت في مقدمه البرنامج ان لم نسمع له صوتا، لم نسمع له ازمات، لم يفتعل ازمات، لعب ينزل يؤدي مهمته اساسيا، لعب جزء من المباراه بينزل يؤدي مهمته، جلس على الدكه ينتظر اي تعليمات، لم لا يتم وضعه ضمن القائمه المرشحه للمباراه، لا يعترض، لا يتكلم، لا يتحدث،
نموذج للادب، نموذج للاحترام، نموذج للاعب اللي يستحقه الاهلي واللي الاهلي بيقدر هذه القيمه. صح. الاهلي ظل محتفظ بيه كثيرا لحتى اللحظات الاخيره. فيعني انا عايز احيي هذا اللاعب اللي قدم لنا نموذج لحب الاهلي، نموذج للاخلاقيات الاهلاويه، نموذج للالتزام الكبير. وخرج حتى بادب واحترام شديد جداً. جدا ويمكن كان حتى لما كان اي اعلامي بيساله كان دايما يردد انا بحترم النادي الاهلي وبقدر النادي الاهلي وانا لاعب في النادي الاهلي، متى ارادني الاهلي سيجدني في اي وقت وفي اي مكان. لذلك كان يستحق هذا التقدير من الصفحه الرسميه للنادي الاهلي، ويستحق التحيه من النادي الاهلي. لعب 8 سنوات حصد فيهم 10 بطولات، كان لي بصمه في اوقات كثيره جدا مع النادي الاهلي. لما الاقيه لعب 106 مباريات في الدوري، 4 دوري الابطال، لعب 17 مباراه مع منتخب مصر، 5 مباراه في كاس العالم، سجل 8 اهداف، خد 5 بطولات دوري، 1 كاس مصر، 2 دوري ابطال، سوبر مصر، سوبر افريقي. يعني مسيره مع الاهلي يفتخر ويعتز بها نجيب، والاهلي يعتز بان لاعب من هذه النوعيه المحترمه وهي قليله في ملاعبنا الان ارتدى قميصه ودافع عن الوانه. في التحيه لمحمد نجيب، نتمنى له كل التوفيق مع فريق الجونه ان شاء الله في الموسم المقبل. عمرو جمال يعني انا من ظهور عمرو جمال كنت بعتبره ان ده مهاجم مصر لعشر سنوات قديمه او للسنوات القديمه، لا سيما انه كان سيتسلم الرايه الهجوميه بعد عماد متعب سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر. وكانت بدايه عمرو جمال بدايه صاروخيه، بدايه منطلقه، لاعب مهاجم رائع، مهاجم يعني من زي ما بيقول معلقنا الكبير الشربيني متع الله بالصحه والعافيه ان ده من مواليد منطقه الجزاء. بالظبط. كان 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 عليه تعليق كابتن ميمي الشربيني بصراحه، الواحد ما يعني كابتن ميمي ربنا يعني يديه الصحه يا رب. افتقدنا هذه القامات العظيمه طبعاً يعني طبعاً. عن ظهورها في الوداع، لكن ما زال هو متابع لكل شيء يعني. فعمر من مواليد منطقه الجزاء الحقيقه، يعني تشعر ان الكره بتجي وتبقى صعبه جدا تجدها في الشباك. كان بيشتغل بضربات الراس بشكل مميز جدا، كان بيتحرك بشكل مميز جدا، كان بيسدد بشكل كويس جدا، كان بيستطيع ان يسجل اهداف جميله وممتعه، وكان بتصنع الفارق للنادي الاهلي، كان مرعبا لكل المنافسين. حتى اصيب في مباراه المعروفه في اسمنت اسيوط في الملعب اللي كان غير جيد وغير مميز، ومن يومها يمكن عمرو لم يستطيع الرجوع الى مستواه السابق للاسف الشديد جدا. فالاهلي فقده بشكل كبير جدا، وبعد كده خاض بعض التجارب سواء في جنوب افريقيا او في الدوري الفنلندي، والان يحط به الرحال في الدوري التونسي مع صفاقسي. نتمنى له التوفيق، واحد من ابناء الاهلي المميزين اللي ان شاء الله تكون محطه كويسه، ويقدر عمرو جمال يسترد نفسه ويسترد قيمته ويسترد امكانياته، لان هو عنده الامكانيات وعنده الموهبه وعنده المهاره يعني. فكل التوفيق ليه الحقيقه يعني. نتمنى يعني كل التوفيق لعمرو جمال ان شاء الله في مسيرته المقبله، هو لاعب مهم جدا وهو هيخرج في الغالب على سبيل الاعاره يعني. لكن النهارده بالمناسبه عيد ميلاد صالح جمعه، هذا اللاعب الفذ في الحقيقه واللي عنده مهارات كبيره جدا ما كانش عارف يستغلها خلال الفترات اللي فاتت، لكن واضح جدا جدا من عوده صالح جمعه في الست شهور الاخيره بالتحديد ان هو عنده اصرار على اثبات تواجده داخل النادي الاهلي من خلال المباريات والبطولات اللي ان شاء الله هيحصدها مع الفريق. كل سنه وانت طيب طبعا يا صالح، نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. طبعا يعني برضو بقدم التهنئه لكابتن صالح جمعه، كل سنه وهو طيب. 26 سنه انضم الاهلي طبعا من 4 سنوات قادما من نادي انبي. هو واحد من المواهب الجميله في الكره المصريه الممتعه، الواحد من اللاعبين اللي تتمنى كره القدم تصل اليه عشان يعني تستمتع. احنا يعني صالح شارك السنه دي مع الاهلي في 13 مباراه، كان ليه بصمته وكان ليه اداؤه وكان ليه دوره في صناعه الاهداف، وكان ليه دوره في بعض المباريات الصعبه اللي قدر يصنع فيها الفارق بتمريراته الجميله المبهره. ويمكن ده حتى ظهر معنا في اللمسه الاخيره في ماتش المقاولين العرب بتمريرته السحريه اللي عملها للشحات، وقدر يسجل منها هدف جميل، وعمل ده تكرارا مع لاعبي الاهلي. صالح من اللاعبين المميزين، نتمنى ان صالح يسير على هذا المستوى ويقاتل ويطور من نفسه ويطور من ادائه ويطور من مستواه. اشعر انه يعني شعر بهذه القيمه لما يكون ملتزم ويؤدي بشكل جيد، يعني وجد صدى كبيرا في الشارع، وجد ردود افعال كبيره جدا. له كل التقدير وله كل الاحترام، ويكفي ان زملائه الان وتحديدا مسمار النادي الاهلي حسام عاشور بيطلق عليه الملتزم يعني. بالزبط. فبدا يعني ملتزما بدرجه كبيره جدا قدام زمايله مع الفرقه، وان شاء الله يظل ملتزما، وقيم الاهلي ومبادئه تلزمه بان يكون كذلك. وهو جرب
الاتجاهين جرب عندما يعني صار في طريق مختلف ابتعد خالص عن كرة القدم وكادت موهبته أن تنضب بالزبط. والآن صالح جمعة يعود ويسترد موهبته بكل قوة يعني. أختم معك بعودة النادي الأهلي وعودة مبارياته بالتحديد لاستاد القاهرة وخبر خاص بشكل رسمي وأعلناه من دقائق على قناة النادي الأهلي من خلال برنامجنا كلام في الميديا. أهمية عودة الفريق للعب مبارياته كلها على استاد القاهرة بعد التعاقد بشكل رسمي مع هيئة الاستاد. حقيقة يعني وحشنا اللعب الدوري على استاد القاهرة يعني طبعا احنا شفنا استاد القاهرة بيظهر في ثوبه الجديد في حلته الجديدة مشرقا مبتهجا مضيئا مشرفا لنا كمصريين، شفناه في الافتتاح وفي الختام، شفناه في كثير من مباريات الكان. طبعا مكان مهم جدا للنادي الاهلي، مكان النادي الاهلي حقق فيه انجازات وانتصارات كبيره جدا، دائما كان استاد القاهره هو ملعب الاهلي، ونفس الوضع بالنسبه للزمالك، ان الزمالك تقريبا برضه حصل على نفس الموافقه. مهم جدا ان احنا نعود لاستاد القاهره، هذا الملعب الرائع، هذا الملعب التاريخي، هذا الملعب الذي يعد من اهم الملاعب الموجوده في منطقه القاره الافريقيه، ان شاء الله يكون ملعب وشه خير على النادي الاهلي ويعود يعني قذفا للبطولات الى النادي الاهلي والى الجزيره باذن الله. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي من خلال خوضه لمبارياته على استاد القاهره بشكل رسمي. بالمناسبه بكره الاول من ذي الحجه استاذ اوسي دار الافتاء المصريه اعلني بشكل رسمي. كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه والساده المشاهدين طيبين والامه الاسلاميه بخير يا رب، والايام العشر من ذي الحجه من الايام العظيمه اللي اوصى سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام بالاعمال الصالحه فيها يا رب، ان شاء الله تكون اعمال خير علينا كلنا ونقترف من ربنا سبحانه وتعالى باذن الله خلال المرحله القادمه ان شاء الله. استاذ اسي نورتني وشرفتني كالعاده، وببقى سعيد دايما ان حضرتك تكون معايا. ربنا يخليك يا استاذ امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا، ودي كانت الفقره الاخيره من الحلقه بلقائنا مع ضيفنا العزيز الاستاذ محمد الاوسي الناقد الرياضي الكبير، واتكلمنا في امور كتير جدا. ما تنسوش بالليل ان شاء الله حلقه خاصه جدا مع محمد مجدي قفشه وافد النادي الاهلي الجديد، عشان تسمعوا منه كلام مهم قوي بخصوص انتقاله وكواليس الانتقال للنادي الاهلي وكمان طموحاته مع الفريق خلال الفتره المقبله. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا، استنونا حلقه جديده يوم السبت القادم ان شاء الله. الى اللقاء.